يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده السادسه. نبتدي مع حضراتكم ونتابع اخبار فرقتنا اللي زي ما اتفقنا بعد انتهاء الاحتفالات طبعا تبتدي تستعد لمشوار افريقيا. اعتقد انه لقاء نادي الاهلي بمصر بكره، اف سي مصر، اعتقد هيكون بدايه الاستعداد والتجربه الحقيقيه. نتمنى ان شاء الله انها تكون فتره مليانه فوائد. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه، نتابع مع حضراتكم طبعا الاخبار المحليه، اخبار النادي الاهلي والاخبار العالميه، وهنتكلم بالتفصيل على الجوله الثانيه من البريمير ليج واللي شهدت ارقام قياسيه ومفاجات كتير. وايه تاني يا احمد؟ اعتقد كمان النهارده هيكون معانا حاضر في فقره الاخبار، اخبار مهمه جدا طبعا هنغطي في الاخبار الرئيسيه فرقتنا، فرقه النادي الاهلي، وهناخد جوله عالميه يمكن مع تالق ابره ومع انتقال جارث بيل توتنهام. قبل بس ما ندخل في تفاصيل الاخبار، نقطه نظام كده الحقيقه، لانه حضراتكم عارفين انه يمكن من حوالي اربع خمس ايام كان النادي الاهلي اصدر بيان متعلق ببعض المطالبات المتعلقه بمنظومه التحكيم في مصر. والحقيقه يمكن ان البيان ده لقى اهتمام بشكل كبير في قناه الزمالك وعلى لسان كابتن خالد الغندور، الزميل طبعا خالد الغندور، وكان في رد وكان في تعليق من الزميل خالد الغندور على بيان النادي الاهلي بزعم او تحت حجه انه طبعا الاهلي نادي منافس، ودي سياسه قناه احنا بنحترمها وما بندخلش فيها ونتفهمها، انك تهتم بالنادي المنافس ليك بشكل كبير اكتر يمكن ما تكون مهتم بناديك. لكن في نفس الوقت وعلى الرغم انه الرد والتعليق على بيان الصادر عن اداره النادي الاهلي كان مليان بالمغالطات وكان يستدعي الحقيقه الرد والتصحيح في اكتر من نقطه، الا انه سياسه قناه النادي الاهلي برضو انه احنا غير معنيين باي حاجه خارج اطار وكيان النادي الاهلي، وعشان كده حتى يعني ما فكرناش نرد او نعلق او نصحح على المغالطات اللي كانت موجوده في رد وتعليق كابتن خالد الغندور. لكن كنت انتظر من الناحيه المهنيه ومن الناحيه الموضوعيه، المفترض انه اي منصه ومنبر اعلامي يتسم بيهم، انه يبقى في رد وفي تعليق على حاله التطول الشديده جدا اللي تعرض ليها. وانا مش بتكلم على حكم واحد في شخصه، لكن انا اعتقد انه التطول الشديد اللي حصل والخروج على النص كان في حق منظومه التحكيم ويمس كل حكم مصري في شخصه. كنت انتظر انه يكون في رد وتصحيح ورد اعتبار لمنظومه التحكيم وللحكام المصريين، ولكن للاسف الشديد جدا لم يحدث. خالص التقدير والاحترام طبعا لكل حكامنا المصريين. احنا في وقت من الاوقات ممكن نختلف وممكن نعترض وممكن نتعرض لظلم، لكن ابدا ده لا يقلل مطلقا من تقديرنا واحترامنا للحكام المصريين. الحاكم هو بمثابه قاضي، والقاضي ليه كل الاحترام والتبجيل. خدوا بال حضراتكم، اي ضرب او تكسير في منظومه التحكيم هو ضرب وتكسير في المنظومه الرياضيه. والحقيقه يعني بعيدا عن المنافسه الرياضيه وبعيدا عن حاله الشحن، انا اعتقد انه لابد ان يكون في اتفاق على كل المسؤولين والفاعلين الحقيقه في كل المنظومه الرياضيه انه الاخلاق تاتي اولا، انه الحفاظ على القيم والمبادئ اهم بكتير جدا من تحقيق الانتصارات والبطولات. اهلا وسهلا بحضراتكم، وقبل ما ندخل في الاخبار خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم انا وساره مره ثانيه في السادسه. بنرحب بحضراتكم من جديد، وطبعا خلاص يعني الفريق النهارده بيختتم استعداداته لمواجهه نادي مصر بكره في الدوري، وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده انه خلاص يعني الماتشات اللي جايه دي كلها هتبقى تحضير اللعيبه لمباراه الوداد في دوري ابطال افريقيا، نص نهائي دوري ابطال افريقيا، هو ده الهدف المهم دلوقتي. الفريق هيدخل معسكر مغلق بعد التدريبات النهارده اللي شغاله على ملعب التتش، والمباراه ان شاء الله بنسبه كبيره هتشهد ظهور حسين الشحات بعد غياب فترة طويلة بسبب جراحة الفتاء اللي أجراها يوم 21 يونيو اللي فات. اللاعب طبعا انضم لقائمة الفريق في مباراة المقصة الأخيرة بالدوري، بس هو ما شاركش وقتها، الجهاز الفني فضل إن هو يبعده وإن هو يظهر أحسن في مباراة بكرة. طبعا افتقدنا حسين الشحات، وطبعا وجود حسين الشحات في المركز ده خصوصا مهم جدا، يمكن حصل فيه زي ناس كتير قوي مشيت يعني يا أحمد، ولكن أعتقد إن بإذن الله ظهوره في مباراة بكرة لو هيحصل هيبقى حاجة مشرفه جدا. انا بيتهيالي انه يعني احنا متفقين طبعا الفريق بيجهز لماتشات افريقيا، بس في نفس الوقت فرصه انه يريح اللعيبه
اللي كان عليها ضغط المباريات او انه ضغط المباريات وتواليها على الفريق ماتش كل ثلاث ايام اثر طبعا مجهود شد عصبي ومجهود بدني كبير. فاعتقد في عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه هيبقى عندها فرصه انها تلتقط انفاسها، يعني مش هتقعد بشكل كامل لكن ممكن ما تشاركش ماتشات كامله او ممكن تغيب عن ماتش وماتش. معانا كمان فرصه ان احنا نجرب الناس اللي كانت بعيده، يعني قلنا لحضراتكم مثلا احنا عندنا الشناوي بيلعب اساسي طول الموسم والشناوي ما فيش يعني غبار عليه، يعني الشناوي ما شاء الله السنه دي بعتقد انه اروع موسم قدمه مع النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله ربنا يحافظ عليه كده ويكمل الموسم لغايه الاخر بنفس المستوى، واعتقد هيكون عامل حسم كبير جدا في مشوار افريقيا. لكن مهم كمان تجهز الاثنين اللي وراه، يعني كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبير ياخدوا ماتشات، اعتقد هيظهروا في الماتشات اللي جايه. عندنا الناس اللي راجعه من ايقاف واصابه زي الشحات وزي كهربا بيتهيألي هياخدوا. صالح جمعه اتمنى هو شخصيا يبقى جاهز، لان هو لو جاهز وفورمته تسمح له بالمشاركه هيكون موجود في الفتره اللي جايه. ممكن اللعيبه دي احمد برضو الناشئين كمان اعتقد هيظهروا بشكل كبير، يعني فخري وعربي بدر اعتقد هيكون ليهم دور الفتره اللي جايه. وممكن لو فعلا تم الدفع باللعيبه دي احمد تاخد وقت على ما تدخل في الاجواء وفي الفورم، عشان كده مش عايزين قوي يبقى في انتقادات على الاداء الفتره الجايه قد ما يكون في ان احنا متفاهمين جدا انه اللعيبه دي بقى لها فتره بعيده عن الملعب. بس في ميزه ساره مهمه جدا طبعا. يعني انت لما بتيجي تحضري الماتشات مهمه في اغلب الاوقات، مثلا لما بنيجي نحضر للبطوله بتلعبي ماتشات وديه قبل ما يرجع الدوري، عملنا كذا ماتش ودي، احنا عندنا فرصه وميزه انك بتلعبي ماتشات رسميه، وده معناه ان المنافس اللي نازل قدامك نازل يلعب بجد، نازل يلعب ويقدم اقصى ما عنده، خصوصا انه بالنسبه له فرصه. الاهلي هو من وجهه نظر الاهلي هيبقى مريح، ما فيش شد عصبي، ما فيش تنشنه في الماتش، فبالتالي اللعيبه اللي هتنزل قدامك بتلعب على هتقدم احسن مستوى عندها، ودي فرصه للاحتكاك وفرصه ان الفريق ياخد عندنا وبالذات اللعيبه اللي كانت غايبه فرصه انها تجهز وتدخل فورمه مباريات باسرع وقت ممكن. طيب نطمن على فرقتنا ونطمن على تمرينه النهارده. معانا زميلنا كريم احمد من ملعب التتش. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي احمد، كل التحيه ليك ولزميلتي ساره، يعني طبعا مبارك لكم وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل باذن الله للنادي الاهلي. ان شاء الله الف مبروك كريم، وخلينا نتكلم على عوده الفريق للتدريبات. احنا توقف اعتقد 24 ساعه وبعد كده الفريق رجع يتمرن مره ثانيه، تقول لنا كده اهم معالم التمرين تمرينه النهارده. بالتاكيد طبعا، يعني اقدر اقول لك معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي بعد الحصول على لقب 42، عندنا مباريات متبقيه، وباكد على كلامك يعني النهارده بقى من خلال رؤيتنا للتدريب واضح ان في عناصر بقى لها فتره كبيره ما بتاخدش هتاخد في المباريات القادمه وتحديدا مباراه الغد. يعني مش عايزين نحرق طبعا التشكيل ولا الكواليس، لكن واضح ان في اكثر من عنصر هيكون متواجد غدا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، بقى لهم فتره لعيبه بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش. وباكد ايضا كمان على كلامك ان المباريات الرسميه يعني اختبارها هيكون جيد جدا لكل اللعيبه، منها تحضير اللاعبين بشكل كامل بدنيا وذهنيا، وايضا كمان للاطمئنان على حالتهم للمشاركه في البطوله الافريقيه. عندنا عدد قليل جدا من اللعيبه منقيه طبعا في البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل فريق النادي الاهلي في كل المباريات القادمه. النهارده تدريب يعني كان في اكثر من جرعه تدريبيه، جرعه بدنيه وجرعات ايضا كمان بالنسبه للكره وتكتيك في نهايه المباراه، وحاله يمكن كل اللعيبه حالتهم المعنويه مرتفعه بشكل كبير، حالتهم البدنيه اكثر من رائعه. يعني كمان عايز اكد على الحاله في الفتره الاخيره طبعا، او نقدر نقول خساره علي لطفي بالنسبه لي طبعا، يعني جائحه كورونا بيتمنى ان شاء الله يعني ان شاء الله تنتهي تماما من مصر ومن النادي الاهلي تحديدا، لان كل لعيب محتاجينه الفتره القادمه. علي لطفي مستمر في الغياب بجانب طبعا ديفيد سيزا، لكن مع المسحه الطبيه الاخيره كل اللعيبه سليمه الحمد لله ليكون مشاركه في معسكر الغد. نقطه كمان مهمه جدا ويمكن يعني كنت بتكلم فيها مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني جيرالدو وصل اقدر اقول فاكت ان هو مطلوب في منتخب انجولا من 5 ل 13 اكتوبر. يمكن سالت الكابتن سيد هل ممكن يتم السماح لي لان هو يكون متواجد طبعا مع المنتخب، قال لا طبعا يعني الفتره هتكون ضيقه جدا، واحنا محتاجين طبعا كل اللعيبه زي ما بقول لك عدد قليل من اللعيبه مقيد في البطوله الافريقيه مع الاصابات اللي عندنا طبعا، لكن جيرالدو كابتن سيد اكد قال الفتره ضيقه، فبالتاكيد احتياجه للفرقه يكون هو الاهم وهو رقم واحد. دي يمكن نقطه كنا حابين نتكلم فيها بالنسبه لجيرالدو تحديدا، لكن بشكل عام كل اللعيبه الحمد لله يعني حالتها الناس جدا كريم طبعا. الناس بقى لها فتره ما شافتش حسين الشحات وما شافتش صالح جمعه، يعني لهم صوره كده انت يعني شكل ومستوى مشاركتهم في التمرين النهارده كانت عامله ازاي؟ الحقيقه طبعا لو ببدا معاك بحسين الشحات، يعني خلاص فترته انتهت بشكل كبير وبيشارك بكل جديه في التدريبات واعلن جاهزيته، وان شاء الله بقول لك يعني غدا في مفاجآت هنشوف اكثر من لاعب ما بيشاركش في المباريات الماضيه. يمكن ده النقطه المهمه جدا اللي كل الجمهور منتظر ان هو يشوف حسين، يشوف كهربا، يشوف صالح جمعه. صالح جمعه كمان تحديدا يعني شغال على نفسه بشكل رائع ومميز جدا، بيأدي تدريبات بكل قوه
هو ملتزم التزام كبير، هو طبعا قرار فني من الجهاز الفني بقياده مستر ايني فايلر، لكن من خلال رؤيتنا للتدريبات ومن خلال الالتزام الكبير اللي فيه طول الجمعه طبعا المباراه المتبقيه هيكون ليه دور كبير ان شاء الله صالح، لان محتاجين زميلي احمد وزميلتي ساره كل اللعيبه دي في البطوله الافريقيه، وهو ده الهدف الكبير اللي اكيد بيسعى ليه الجهاز الفني عقب تحقيق لقب بطوله الدوري العام رقم 42. طب كريمه، هي القائمه طلعت ولا لسه؟ يمكن حتى هذه اللحظه كلنا منتظرين، يعني منتظرين طبعا القائمه خلاص. يمكن التدريب كان بدا الساعه 5، يعني ساعه مباشره، ساعه واحده بس هو تدريب النهارده 60 دقيقه، منتظرين بقى قائمه المباراه ان شاء الله اللي هتطلع خلال لحظات باذن الله، وانا متابع معاكم ان شاء الله على مدار الحلقه، مجرد القائمه تطلع ان شاء الله نكون معاكم ونطمن جمهور النادي الاهلي على القائمه ان شاء الله اللي هتكون متواجده في مباراه الغد. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. دي كانت او ده كان ملخص لتمرينه او تدريب فريق النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في ماتش بكره، يقدموا لنا زي ما قلت عرض يعني ممتع بقى، عايزين نتفرج على كوره حلوه، عايزين نتفرج على مستوى عالي. حسابات النقطه وحسابات المراكز خلاص اتحسمت، فاعتقد فرصه للعيبه بدون اي ضغوط يقدموا لجمهور النادي الاهلي رساله طمانه على مستوى. روح يا احمد للجهاز الفني لمنتخب مصر اللي استقر طبعا بقياده حسام البدري على تواجد مصطفى محمد مهاجم الزمالك في معسكر الفراعنه اللي جاي في شهر نوفمبر. طبعا ده حضراتكم عارفين الفتره من 9 ل 17 نوفمبر، وهيبقى في ماتشين وقتها، واحد قدام توجو في الجوله الثالثه والرابعه، الاثنين قدام توجو من التصفيات طبعا المؤهله لكاس افريقيا 2022 واللي بتستضيفها الكاميرون. الجهاز الفني الحقيقه استقر على دفع مصطفى محمد في حاله استمرار تالقه مع الزمالك خلال الفتره اللي جايه، لجانب طبعا ظهوره بمستوى مميز في معسكر الفراعنه المقرر انطلاقه 9 نوفمبر اللي جاي. مستوى طبعا متميز قدمه مصطفى محمد السيزون ده، وان شاء الله يكون اضافه للمنتخب المصري. الحقيقه كمان بالاضافه لمصطفى محمد، الجهاز الفني بيفضل بين الثنائي مروان محسن مهاجم النادي الاهلي وحسام حسن مهاجم سموحه عشان يختار واحد منهم للتواجد في معسكر المنتخب بجانب مصطفى محمد واحمد حسن كوكا طبعا المحترف في نادي باناثينايكوس اليوناني، بعد طبعا مقدم سيزون اكثر من رائع وظهر بمستوى كبير مع الفريق اليوناني وفاز معاهم طبعا بلقب الدوري. وكابتن حسام البدري الحقيقه يمكن هيحسم الموضوع ده بنهايه شهر اكتوبر اللي جاي عشان يعلن عن القائمه النهائيه للماتشين اللي هياخدهم المنتخب المصري امام توجو، واللي مطلوب مننا بقى فيهم الماتشين دول الحقيقه ان احنا نحقق الفوز عشان ننافس على التاهل لكاس الامم الافريقيه في 2022. منتخب جزر القمر هو اللي بيتصدر المجموعه، فكر حضراتكم عشان بقى لنا كتير يمكن بعدنا ونسينا. منتخب جزر القمر بيتصدر المجموعه السبعه، عنده 4 نقط من فوز وتعادل. منتخب كينيا بيتقاسم الوصافه مع منتخب مصر برصيد نقطتين، وبيجي منتخب توجو في المركز الاخير برصيد نقطه واحده من تعادل وهزيمه. يمكن من الكره المحليه نروح للكره العالميه، ونادي انتر ميلان الايطالي اللي اعلن عن ضم ارتورو فيدال من برشلونه الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفيه الجاري، وقال نادي برشلونه الاسباني ان النادي الايطالي هيدفع مبلغ 1 مليون يورو لبرشلونه كمتغيرات، وتمنى كمان النادي الاسباني التوفيق لفيدال في رحلته الجديده مع انتر ميلان واللي هتبدا خلال الموسم ده. 1 مليون يورو ده رقم هزيل جدا يا ساره، يعني هل دي صفقة بيع وشراء ولا يعني اعتقد على لاعب بحجم فيدال، و يعني بنتكلم على لعيب كان بيلعب في بايرن ميونخ وكان بيلعب في برشلونه ورايح يلعب في انتر ميلان، فيعني انا بقارن قصدي بالارقام اللي بنسمعها عندنا. كورونا مأثرة على سوق الانتقالات ده يا احمد، يمكن بس مش مأثرة عندنا هنا. على كل الاحوال بمناسبة الكلام عن اوروبا، الاتحاد الاوروبي اليوفا اكد على التزامه بالخطة الموضوعة عشان إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي اللي هتجمع ما بين بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري الأبطال وسيبيا أو إشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، واللي هتقام إن شاء الله على ملعب بوشكاش في بودابست بحضور طبعا الجماهير، أول مرة أو أول عودة للمدرجات في ملاعب أوروبا في كأس السوبر الأوروبي. واليوفا قال في بيان ليه النهاردة أنه المشروع التجريبي في لعودة الجماهير للمدرجات هيفضل زي ما هو بدون تغيير. يمكن الاتحاد الاوروبي كان تعرض لانتقادات يعني كتير جدا خصوصا من المانيا بعد ما سمح لكل من الفرقتين اللي هيشاركوا في كاس السوبر الاوروبي بايرن ميونخ واشبيليه انه كل فريق يبيع 3000 تذكره لكل منهم، وهيتم استخدام نسبه 30% من سعه الملعب اللي هيستضيف المباراه. الملعب ده يستضيف حوالي 67000، لما نتكلم على 30% يعني نتكلم على اجمالي 18000 تذكره،
ورغم كده الحقيقه يعني طبعا ده حدث كبير جدا لما فرقتك تبقى بتشارك في كاس السوبر الاوروبي، لكن في عدد كبير جدا من مشجعي البايرن قرروا ان هم يرجعوا التذاكر بتاعتهم. 800 مشجع على وجه التحديد رجع التذكره بتاعته، وده بتسمح بيها قواعد اليويفا انه يلغي التذكره بشكل مجاني مع ضمان عدم اعاده توزيعها مجددا. كمان الهيئات الصحيه الالمانيه يمكن كانت سبب في ده بشكل كبير. يعني الناس كانت بتتكلم الحقيقه طول الاسبوع الاخير انه العاصمه المجريه بوتابست وتعتبر منطقه شديده الخطوره، وبلغ عدد الاصابات فيها عدد كبير جدا في الاسابيع الاخيره، وده اللي يمكن عمل حاله تخوف عند المشجعين من فكره حضور المباراه. يمكن كلنا كنا وقت فيروس كورونا ده فعلا في حاله من الخوف لكن المانيا بالذات من اكتر الدول يا احمد اللي اتعاملت مع الموضوع بحرص شديد وبذكاء شديد، وعشان كده لحد دلوقتي هم بالنسبه لهم الاجراءات الاحترازيه رقم واحد واهم من اي حاجه، واهم طبعا من عوده الجماهير. يمكن ما بقالنا فتره ما بنتكلمش على الاخبار العالميه غير لما يبقى في مشاكل عند برشلونه. طب خليني قبل ما نروح لمشاكل برشلونه، احنا عندنا كلام ومعلومات عن قائمه النادي الاهلي اللي هتشارك في فريق في ماتش اف سي مصر بكره. معانا زميلنا كريم احمد رجع لنا مره ثانيه في السادسه. يا كريم مساء الخير. بجد تحيه ليك زميلي احمد وزميلتي ساره. بالفعل يمكن 21 لاعب ضمهم مستر ريني بايلر لقائمه فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد امام نادي مصر. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، اليو بادجي، محمد الشناوي، عمرو السليه، واليو ديانج، وعلي معلول، واحمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، جونيور رجاييه، محمد هاني، وعربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير، وحمزه علاء. يمكن دي قائمه الاستقرار عليها. طب انا هطلب منك تعيد القائمه مره ثانيه. اوكي. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السليه، بادجي، علي معلول، احمد الشيخ، محمود وحيد، واحمد فتحي، وجونيور اجاييه، محمد هاني، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير، وحمزه علاء. زي ما قلنا يمكن دي القائمه ال 21 لاعب اللي اختارهم مستر ريني فايلر. ان شاء الله باذن الله الكل يكون جاهز باذن الله، والمناخ كل الامور تكون جاهزه معانا ان شاء الله، ونقدر نحقق فوز واداء الاداء اللي منتظره جمهور النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. يعني القائمه ما فيهاش جديد، نفس القائمه او نفس القوام الاساسي اللي بيشارك بيه النادي الاهلي طول السيزون هو اللي هيكون موجود بكره. مفيش لعيبه هترتاح، واضح انه مستر فايلر هيستغل المباراه عشان يعني يدي اللعيبه اكتر او يشتغل تكتيك بقى بشكل مختلف، يجرب الخطه اللي هيلعب بيها، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. قولي بقى برشلونه، لا لو انت مكانه هتعمل التشكيله زي بكره؟ يعني انا طبعا انا لو مكانه هفكر ان انا كل اللعيبه اللي ما ظهرتش على المشهد في الماتشات الاخيره تظهر، خصوصا انه ماتش اف سي مصر مش ماتش تقيل قوي يعني طبعًا. مع كامل التقدير واحترام لكل فرق الدوري، مش بقلل من حد، بس يعني مقارنه بالانديه اللي عامله سيزون، يعني عندنا الاتحاد، المقاولين، بيراميدز، دي لو الاهلي بيلعب بكره هقول لك ده ماتش تقيل، وبالتالي لازم تحطي تشكيل يعني يحفظ الاهلي هيبته. قول التشكيله بقى. لكن بيتهيالي هبتدي بعلي لطفي، ورا ما فيش غير ابتدي بربيعه وياسر، محمود وحيد ياخد بقى ناحيه الشمال شويه، هاني يفضل في اليمين، حمدي وديانج في النص، ورايح السوليه شويه. السوليه مقدم سيزون عالمي، وبعد حتى لما تعرض لاصابه بسيطه ورجع راجع ما شاء الله فايق، ربنا يحفظه ان شاء الله. وبيتهيالي برده واحد من بقى خلاص يعني لاعب اساسي تحطه وتبني عليه الفرقه. نطلع قدام، اعتقد كهربا والشحات لو جاهزين انا ممكن ابتدي بيهم، يعني ممكن بكره نشوف مستر فايلر هديهم يمكن في الشوط الثاني، لكن انا ممكن اديهم بكره يلعبوا يبتدوا من الاول، وابتدي بمروان ورا مجدي قفشه. ماشي، متفق معايا ولا ابعت التشكيل ده لفايلر؟ يلا حالا حالا. نروح لبرشلونه بقى. صح، برشلونه مشاكله كتير قوي يا احمد، ويمكن بقى لنا فتره فعلا ما بنتكلمش غير على مشاكل برشلونه في الكره العالميه. اللي حصل ان لويس سواريز مهاجم برشلونه متضايق جدا من ان هم بعد ما كانوا قالوا انه خلاص ينفع يمشي مجانا لو هيروح لاتلتيكو مدريد، لكن اداره برشلونه يظهر رجعت في كلامها وقالوا انه لازم يكون الرحيل غير مجاني، خاصه يعني بعد ما رونالد كومان كان في الاول قال ان سواريز خارج حساباته، لكن رجع تاني وقال لو ناوي يمشي مش هيمشي مجانا، خصوصا لو رايح اتلتيكو مدريد او مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد او ريال مدريد.
فكده في مشكله. سواريز متضايق جدا وشايف انه تعامل الاداره مع اللعيبه الكبار بقى لها فتره فيها مشكله كبيره جدا. هو طبعا ده هيبقى مشكله برشلونه من ناحيه ثانيه، يعني ان هم لانه كومان خلاص قال لك سواريز بره حساباتي، وبالتالي لو سواريز ما مشيش ده معناه انه هيكمل السيزون مع النادي الكتالوني، وفي الحاله دي هيتحمل برشلونه راتب سواريز لمده سيزون كامل، وده راتب مش قليل، وبالتالي هو صداع. سمعنا كلام كتير جدا عن رغبه اليوفي، وسمعنا كلام كتير جدا عن مشكله الجنسيه ومشكله الامتحان والاسئله اللي متسربه من بره الكنترول، وبعد كده سمعنا عن اهتمام من اتلتيكو مدريد انه يضم الاثنين الاوروجوانيين سواريز وكافاني، ثنائي هجومي يعني كان من سنتين ثلاثه يمثل ثنائي هجومي مرعب، لكن بعد السيزون الاستثنائي بسبب الكورونا وبعد رحيل كافاني عن بي اس جي والضغط اللي بيمارسه برشلونه على سواريز مش عارفين المصير هيكون ايه. لكن في جميع الاحوال البارسا حدد كل الانديه الكبيره اللي ممكن تكون منافس للبارسا سواء في الليجا الاسبانيه او في الشامبيونز ليج ممنوع على سواريز ان هو يتنقل ليها انتقال حر يسبب مشكله لبرشلونه بعد كده. وخلاص سواريز هدد ان هو هيعقد مؤتمر صحفي بمساعده محاميه وهيفضح الدنيا فيه في حال تعاقد مع اتلتيكو مدريد. خلونا قبل ما نطلع فاصل يعني افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي: رامي ربيع، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، ديانج والشناوي، وعمرو السوليه، واليو باجي، وعلي معلول، واحمد الشيخ، ومحمود وحيد، واحمد فتحي، واجاي، ومحمد هاني، وعربي بدر، ومحمد فخري، مصطفى شوبير، وحمزه علاء. قبل ما نطلع فاصل بس سريعا جدا، انا من اشد 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 المعجبين بلاعب اسمه ابراهيموفيتش. انا بشوف انه اللاعب ده اسطوره، ويمكن يكون حظه ظلمه في التوقيت اللي لعب فيه. يعني بكل تاكيد ابراهيموفيتش من حيث الانجازات يملك من الرصيد الكتير اللي يخليه يفوز بجائزه احسن لاعب في العالم، لكن كونه بقى سويدي، كونه مش طول الوقت بيلعب في انديه كبيره، على الرغم بتهيألي انه ابراهيموفيتش ما لعبش في نادي صغير، يعني بنتكلم على اي سي ميلان، بنتكلم على انتر ميلان، بنتكلم على بي اس جي، بنتكلم على برشلونه، بنتكلم على الميلان تاني، وحتى الفتره اللي راح لعب فيها في امريكا اعتقد انه كان محط اهتمام ومحط انظار وسائل اعلام. احنا بنتكلم على لعيب سوبر بكل ما تحمله الكلمه من معاني، واكثر ما يميز الحقيقه ابراهيموفيتش يا ساره مش بس مهاراته، يعني انت بتتكلمي على مهاجم من طراز فريد، يعني مدرسه وستايل في اللعب من الصعب جدا انك انت تشوفيها تاني. غروره ولا ثقته بنفسه الزياده؟ لا هو طبعا عنده ثقه بنفس غريبه، هو تركيبه كشخصيه على فكره بره الملعب محتاجه تقفي معاها وتشوفي تفاصيل كتيره جدا فيها، وبالتالي التركيبه دي والشخصيه دي هي اللي مساعداه انه يكمل لغايه النهارده. هو فكره ان هو 38 سنه ولسه لحد دلوقتي بيتالق بالطريقه دي وهدفين مع ميلان، دي حاجه فعلا يا احمد نقف عندها. يعني انا من وانا صغيره قد كده كنت بسمع ابراهيموفيتش متالق، لحد دلوقتي ابراهيموفيتش متالق. فالحقيقه ان هو يجيب هدفين في الجوله الاولى من الدوري الايطالي ويتالق بالشكل ده، ودي اول مره يعملها ان هو يجيب هدفين اعتقد في الجوله الاولى من الدوري الايطالي، والحقيقه الناس كلها بتشيد بيه، هو بنفسه اشاد بنفسه. لسه كنت بقول لك قبل الهوا كان بيقول انا اتولدت كبير وهموت صغير، يعني صغير في السن. انا كنت لسه بتكلم مع كابتن رامي ربيع لما كان ضيف علينا انه معدل اعمار حراس المرمى من فتره طويله بقى كبير، بقينا بنتقبل حارس مرمى عنده 40 او 42 سنه، وابتدى يدخل في ده كمان المدافعين، يعني بقينا نشوف مدافعين بيستمروا في الملاعب لسن كبير، لكن اشوف مهاجم ومهاجم بيلعب في نادي مش صغير، مهاجم بيلعب في نادي زي الاي سي ميلان، ما زال محتفظ بالكم الكبير جدا من اللياقه البدنيه ومن الاصرار، وعنده رغبه في دخول في تحدي جديد كل فتره، يعني لعيب لعب للانتر ولعب للاي سي ميلان في سن صغير، واياكس يعتبر من واحد من اكبر انديه اوروبا. بمناسبه ابره اللي احنا شايفينه زلاتان ابراهيموفيتش كانت بدايته مع ميدو على فكره، ميدو لاعبنا المحترف المصري طبعاً المحترف اللي كان جداً. ميدو دايما يتكلم عن قصصهم هو بيتكلم مع بعض. بس لا اقصد اقول انه انت شايفه الاصرار على الاستمرار وانك انت تحققي نجاح ويبقى عندك رغبه في انك تحققي نجاحات ثانيه مختلفه، ما اكتفاش انه لعب لعدد كبير جدا من الانديه العظيمه على مستوى اوروبا زي البارسا وزي الانتر، لا الحقيقه عنده رغبه كبيره جدا في اثبات ذاته، رحله كفاح كبيره جدا لزلاتان، اعتقد انه بيخلد اسمه من خلالها كواحد من اهم وافضل المهاجمين اللي جم
على مدار التاريخ. يمكن هنتكلم عن إبراهيموفيتش بالتحديد وعن تفاصيل كتير في الكرة العالمية مع الناقد الرياضي أمير نبيل، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ويمكن هنتكلم بالتفصيل على حاجات كتير قوي حصلت الاسبوع ده في الكره العالميه. وامبارح كان قصد الستاره على الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، الحقيقه شفنا فيه تالق طبعا لعدد من الانديه، شفنا ارقام قياسيه، وشفنا طبعا ليفربول وهو بقوه بيلعب تشيلسي وبيكسب بهدفين. الحقيقه يمكن من اكتر الارقام اللي لفتت نظري هو انه الجوله دي شهدت اكبر عدد من الاهداف في جوله واحده للبريمير ليج، وهو 44 هدف في جوله واحده أو في أسبوع واحد. يمكن كان قبل كده الرقم القياسي كان 43 هدف. كمان كان في رقم لتياجو ألكانتارا اللي جه ليفربول جديد، وقد إيه ألكانتارا الحقيقة لاعب متميز جدا، وفي أي مكان أو أي فريق بيلعب فيه بيكون هو عصب الفريق ده، ومن اللعيبة اللي بتبقى مؤثرة قوي في الملعب. يعني غيابه كمان بيبقى مؤثر، لو في ماتش ألكانتارا مش فيه يمكن الفريق ما بيبقاش في يومه قوي، أي فريق بيلعب فيه سواء ليفربول بايرن ميونخ أو غيره. الحقيقة إن هو امبارح أو يمكن في الأسبوع ده عمل أكبر عدد من التمريرات الصحيحة، 65 تمريرة صحيحة، وده لما شارك في الشوط الثاني قدام تشيلسي مع ليفربول. يمكن كمان كان في من الأرقام كده اللي لفتت نظري إنه الأخبار بتقول ساديو ماني يتفوق على كريستيانو رونالدو في البريمير ليج. حسبوها إزاي؟ بن ماني لعب 196 ماتش، وده كان نفس الرقم اللي لعبه مانشستر لعبه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد لما كان في الدوري الانجليزي، لما وصل ال 196 ماتش. فبداوا يقارنوا عدد الاهداف، لقوا ان ماني متفوق بهدفين، ودول يمكن اللي جابهم في تشيلسي في المباراه اللي فاتت، والحقيقه اللي تالق فيها جدا. يعني كريستيانو رونالدو كان 84 هدف مع مانشستر يونايتد في 196 مباراه، وساديو ماني 86 هدف. هنتكلم اكتر يمكن على الدوري الانجليزي ودوريات تانية مع الناقد أمير نبيل، منورنا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بحضرتك استاذ ساره وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما قلنا انتهت الجوله الثانيه خلاص امبارح من الدوري الانجليزي، فيها ارقام كتير، في ظواهر كتير، قول لنا كده ابرز الظواهر دي. يمكن زي ما حضرتك قلت في البدايه، المعدل التاريخي او الرقم القياسي في عدد الاهداف اللي سجلت في هذه الجوله يمكن كان رقم قياسي، تخطينا الرقم السابق. شفنا مباريات كتير كسبت فيها أربعة وخمس أهداف، ويمكن مش حتى على مستوى التوب 6 أو الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي فقط، ولكن أيضا كل الأندية بتقدم مستويات كويسة جدا، كل الأندية بشكل حتى بدني رغم إن ضيق الوقت ما بين الموسم الثالث والموسم الحالي، شفنا بتقدم مستويات كويسة جدا في هذا الموسم. ولكن يعني الى جانب المعدل التهديفي المرتفع للانديه، في برضه حالات انذارات كتير وحالات بطاقات حمراء وسوداء واستخدام الفار اكثر من مره. فهي بدايه ساكنه للموسم الانجليزي، سواء في الدوله الاولى او الدوله الثانيه اللي كانت اكثر اصابه ايضا بوجود يمكن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اللي كانوا غابوا عن الجوله الاولى، وايضا ليفربول اللي قدر يوصل للانتصارات وهي حمله الدفاع عن لقبه في البطوله. يمكن البعض كان بيتصور ان ازاي ليفربول ممكن تكون سهله شويه باعتبار ان هو بيواجه ليدز يونايتد في الجوله الاولى، ولكن هو بيواجه بطل الشامبيون شيب في اي حال كانت مباراه مثيره، وايضا قدر يثبت قوته امام تشيلسي في المباراه اللي فاتت وفاز بهدفين. اعتقد ان يعني بدايه مبشره للفريق راح يصفق الدوري الانجليزي وبيتدافع بمزيد من الثقه في المباريات المقبله، ونتمنى انها تستمر على هذا الوضع وهذا المستوى المرتفع في جميع المباريات. خليني اقف معاك عند ليفربول وبالتحديد محمد صلاح والبدايه القويه قوي والهاتريك في مباراه ليدز، المباراه الافتتاحيه للدوري الانجليزي، الحقيقه قدم مستوى رائع ويمكن من احسن المستويات اللي شفناها لمحمد صلاح مع ليفربول. شايف انه صلاح الموسم ده ممكن فعلا يتفوق على نفسه كمان عن الموسم اللي فات، ونشوفه بينافس كمان على جائزه، انا عارفه انه لسه بدري بس من الواضح انه البدايه قويه جدا، يعني ممكن نشوفه كمان بينافس السنه دي على جائزه افضل لاعب في العالم. دايما البدايه بتبقى مهمه للهدافين تحديدا، للهدافين او اللعيبه اللي دايما بيبقى فرسان الرهان او بنفسه بيراهنوا عليهم ان هم يشعلوا صراع الهدافين مبكرا، دايما البدايه بالنسبه لهم بتبقى مهمه جدا. شفنا على سبيل المثال هاري كين
لما يعني مهاجم توتنهام لما ان هو توقف عن التهديف في عده مباريات، البعض بدا يشكك ان هو في قدرته على مواصله المنافسه على صداره الهدافين، وده اللي حصل بالفعل. يمكن برضه يعني الامور ما مشيتش زي ما هو عايز. ايضا محمد صلاح بالبدايه الموفقه للغايه وتسجيل 3 اهداف في المباراه الاولى، اعتقد يعني دي حاجه مميزه جدا تقدر تديله دفعه قويه في ان هو يوصل الصراع. صحيح ما سجلش في مباراه تشيلسي، ولكن ساهم في الهدف اللي جه، الهدف اللي سجله ساديو ماني احد هدفيه طبعا في مباراه تشيلسي. فبالتالي اعتقد ان صلاح بيدي لنفسه دفعه قويه جدا، هو دايما بيخلق لنفسه حوافز، دايما بيخلق لنفسه دوافع جديده. يمكن ده اللي بيميز شخصيه صلاح، ان هو قادر دايما على خوض التحديات دي. فمن بدايه موسم ان هو بيقدم نفسه بشكل كويس جدا، حاضر ذهنيا في كل المواقف الهجوميه، ما بتلاقوش مشتت، ما بتلاقوش ان هو يعني بيتجه للحل الفردي. حتى كل الاهداف اللي جاب، الاهداف اللي جابها في مباراه ليدز يونايتد يعني كان في موقف كويس جدا، وقدر ان هو يستغل ويستفيد الموقف اللي هو فيه ويسجل. وحتى برضه ركلات الجزاء اللي سجلها برضه كان في تركيز عالي جدا. فاعتقد انها بدايه موفقه جدا لصلاح، نتمنى له الاستمرار، خاصه ان بدايه الموسم الحالي بالنسبه لليفربول يمكن تكون صعبه، قد تكون صعبه شويه بمباريات ليدز ثم تشيلسي وايضا ارسنال في الجولات المقبله. فاعتقد ان صلاح عنده فرصه ان هو مش بس ان هو يوصل التهديف، ولكن يثبت نفسه امام الانديه الكبرى وفي المباريات الكبرى. يمكن مشجعين أرسنال كان بقالهم فترة، قبل الفترة اللي هي فيها دي تحت قيادة المدير الفني الجديد، كان بقالهم فترة يعني مش بيشوفوا أيام حلوة، لكن بعد الفوز بالدرع الخيرية وأرسنال يحقق الفوز الثاني على التوالي، من الواضح أن مستوى أرسنال في تصاعد مستمر. شايف إزاي المستوى بعد الفوز الثاني ليه على التوالي؟ هو صحيح يعني مشجعي أرسنال 10 أيام صعبة وأنا منهم الحقيقة، لكن يعني الموسم الحالي ممكن يكون مبشر شوية. مايكل ارتيتا المدير الفني عامل توليفه كويسه من اللعيبه، قدر ان هو يوظف قدرات لعيبته بشكل كويس جدا. الاداء نفسه شكله اختلف ما بين الفتره اللي هو تولى فيها المهمه مقارنه بفتره اوناي امري المدير الفني الاسباني اللي بدا الموسم الماضي مع ارسنال، وحتى فتره ليون بيرج اللي كانت قصيره جدا ما نقدرش نحكم فيها على مستوى ارسنال. ولكن مع ارتيتا نقدر نقول ان في اختلاف واضح في شخصيه الفريق. تخطيط الفريق بمعنى ان ارسنال في كثير من المباريات بيبقى مستحوذ، مسيطر على الكره، بيضيع فرص كتير، ولكن بيخسر في النهايه. ده ما بقيناش نشوفه في بدايه الموسم الحالي ومن نهايه الموسم الماضي. الحقيقه كان ارسنال بيأدي بشكل كويس جدا. النهارده بنتكلم عن بدايه موسم شبه مثاليه بالنسبه للفريق اللندني، لو قدر يحافظ عليها خاصه في الاختبارات الكبرى زي بنتكلم عن اختبار زي ليفربول، فاعتقد ان هو عنده فرصه ان هو يكمل بشكل جيد في الموسم الحالي ويفضل في منافسه يعني الصداره او المراكز المتقدمه. وان كان يعني من المبكر او من السابق لهوانه الحديث على انه ينافس على لقب الدوري الانجليزي، من المعروف ان الموسم الحالي من اصعب المواسم بالنظر الى التدعيمات اللي عملتها انديه كتير مثل يعني زي ليفربول وتشيلسي وايفرتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كلها عملت صفقات مميزه جدا وتقدر ان هي تنافس بيها بشكل كويس. نتمنى التوفيق لارسنال، وطبعا نجمنا محمد النني اللي قدر يثبت اقدامه بشكل كبير جدا مع الفريق في خط الوسط ونال ثقه المدرب ارتيتا اللي بيعتمد عليه بشكل اساسي. فيعني نتمنى ان احنا نشوف ارسنال بالكره الجميله اللي هو اللي كان متعود يقدمها في سنوات قبل كده. من حق فعلا مشجعين ارسنال بقى ان هم يفرحوا شويه بعد الفتره الصعبه اللي عاشوها يا امير. لكن خليني اسالك برضو عن استون فيلا، شايفه ازاي بعد اول مباراه ليه، وهل ممكن يكون في مكان افضل الموسم ده؟ استون فيلا طبعا يعني زي ما كنا اتكلمنا على ليفربول وعلى محمد صلاح وعلى الانديه الاخرى ان البدايه مهمه. فبالنسبه لاستون فيلا بالنسبه لفريق كان بينافس على البقاء الموسم الماضي وقدر ان هو يعني يستمر وفي الجولات الاخيره ويحسم بقائه في البريمير ليج في الجولات الاخيره، فبالنسبه له كانت البدايه مهمه جدا. وفوز على فريق احتل المركز التاسع الموسم الماضي فريق تشيكل، وكان قريب جدا من هو يحقق انجاز بمشاركه اوروبيه، فاعتقد ده حاجه تحسب له. يمكن استفاد في المباراه من النقص العددي لفريق شيفيلد بطرد احد لاعبيه، ولكن بشكل عام ادى مباراه كويسه جدا. اعتقد المدرب دين سميث عمل يعني توليفه كويسه من اللعيبه، سواء بالعناصر اللي قدر يحافظ عليها زي طبعا نجمنا المصري تريزيجيه والنجم طبعا احمد المحمدي زائد جاك جريليش
اللي يعني يعتبر العقل المدبر لهجوم استون فيلا، بالاضافه للتدعيمات يعني اداما تراوري ايضا من تراوري اللاعب البوركيني يعني يعد من الصفقات المميزه في هجوم استون فيلا. شفنا في المباراه اللي فاتت استحواذ في بعض اوقات المباراه بلغ 70% من الاستحواذ على الكره، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه للغايه بالنسبه لاستون فيلا. يعني نتمنى ان هو يتجنب اخطاء الموسم الماضي، التدعيمات الموسم ده شكلها افضل، شكل الفريق بشكل عام حتى بالدفاع مينز و يعني مجموعه العناصر اللي موجوده اللي تقدر ان هي تقود الفريق لمنطقه افضل في جدول البريمير ليج في الموسم الحالي. لو تقول لي سريعا يا امير، شايف ازاي ازمه سواريز مع اداره برشلونه حاليا؟ يعني طبعا سواريز يمكن زي بنشبع بكره الثلج اللي فضلت يعني تكبر لغايه ما نادي برشلونه واجه الموقف ان هو موقف معقد الحقيقه مع اللاعب اللي هو قرر ان هو يرحل عن النادي ويفسخ عقده، ويعني كان زي ما عرفنا طبعا من الاخبار ان هو كان عايز يحصل على الجنسيه الايطاليه او ينتقل لاحد الانديه الايطاليه، ولكن حصل يعني واجه اتهام بالتزوير في او الغش في اختبار اللغه الايطاليه، ولكن بشكل عام اداره برشلونه مخطئه في انها يعني تاخرت كثيرا في حسم ملف سواريز او مستقبل سواريز، كان ممكن من بدري جدا ان هو يتم الحسم، ولكن واضح ان دي يعني مشكله عامه في اداره برشلونه. نفس الامر يمكن شفنا ازمه كبيره عاشها برشلونه قبل بدايه الموسم الحالي وتمثلت في ازمه القائد والنجم ليونيل ميسي قبل ان يستقر اخيرا على البقاء بعد يعني ضاقت به السبل وملقاش اي امكانيه ان هو يرحل عن البارسا من خلال دفع قيمه الشرط الجزائي او كده. فاعتقد ان دي حاجه يعني بالنسبه لاداره برشلونه خطا كبير جدا في التعامل مع النجوم اللي عنده. اعتقد ان حتى الهجوم اللي يعني برشلونه في حاجه لمهاجم زي لويس سواريز لانه مش هيقدر يعوضه في الوقت الحالي، قد يندم برشلونه على الطريقه التي يرحل بها سواريز او يعني ايا كان المصير الذي سيؤول عليه هذا اللاعب. اعتقد ان كانت ثلاثيه جريزمان وميسي وسواريز كان ممكن يتم الاستفاده منها بشكل افضل من كده، خاصه يعني ان بدايه الموسم اعتقد ان لازم برشلونه يقدم ما يثبت انه تخلص من هذه الازمات وانها خلاص تم اغلاق صفحه ازمات اللاعبين واللاعبين اللي عايزين يرحلوا. صحيح ان الميركاتو لسه مستمر ودي يمكن حاجه بتقرب كثير من الانديه اللي لسه ما استقرتش على قوائمها، ولكن اعتقد ان اداره برشلونه مطالبه بانها يعني حسم سريع في ازمه سواريز يعني او يعني هي تصرفت بالفعل بشكل خاطئ، فاعتقد ان هي قد تندم على ما سيقول اليه مصير اللاعب. بشكرك جدا امير نبيل الناقد الرياضي بجريده الشروق، ونروح دلوقتي الحقيقه نشوف تصريحات جاريث بيل وسعادته بعد عودته لتوتنهام بعد ما قضى 7 سنين في ريال مدريد. Thanks. It's nice to be back. من الرائع أن أعود. هذا النادي له مكانة خاصة عندي، فهنا قد صنعت اسمي. إنه ناد مميز وله مشجعون رائعون. آمل أن أستعيد لياقتي البدنية وأساهم في فوز الفريق بالألقاب. كما قلت، توتنهام ناد مميز. لطالما قلت عندما رحلت إنني سوف أعود في يوم ما. الآن حانت الفرصة وأشعر بالسعادة لذلك. أرغب في تقديم الأفضل للفريق ولا يسعني الانتظار لكي أنطلق. مشوار كبير وبتأكيد كمان ذكريات لا تنسى. الرحلة الحقيقة تبتدي من بدري جدا مع أشبال وناشئي النادي الأهلي لغاية لما وصل الحقيقة أن يكون واحد من نجوم الفريق الأول ويحقق معاه عدد من الإنجازات، ورغم الحقيقة أنه يمكن كان من أوائل المحترفين المصريين اللي لعبوا بره مصر في قطر وفي تونس، إلا أنه العشق والانتماء يظل دائما للنادي الأهلي. كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي ضفنا في السادسة، مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا ابو حميد، ازيك؟ انا ببقى دايما حاسس لما يعني بنستضيف نجوم النادي الاهلي هنا من الاجيال المختلفه طبعا، وبنبقى مقدمين كده يعني حاجه بسيطه عن مشوارهم اللي اضوف داخل القلعه الحمراء، بحس انه الانطباع الاول واول حاجه بتيجي في الذاكره قول للزمان ارجع يا زمان. طبعا يعني بتهيألي انه المشوار ده وانت بتفتكره دلوقتي كم كبير جدا من الذكريات. الصور والكلام والتقرير ده بيرجعك بقى العمر بقى، يعني طبعا تتكلم على بدايه كوره في النادي الاهلي 74. ايوه
يعني كم سنة؟ 46 سنة كده تقريبا. يعني في عمر كبير ورحلة كبيرة مع النادي الأهلي، ذكريات كبيرة فيها مع أجيال كبيرة وعظماء النادي الأهلي. عاصرت كم جيل في الأهلي يا كابتن محمد؟ عاصرت طبعا الجيل الأساسي طبعا اللي هو الكابتن شطة وكابتن صفوت صفوت عبد الحليم صفوت عبد الحليم الله يرحمه، وطبعا بقى بعد كده كابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب. يعني لحقت كده، وبعدين لعبت مع كابتن الخطيب كتير يعني. كابتن طبعا مجدي عبد الغني وخالد جد الله وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، دول يعني زمايل من فرقه الناشئين. طبعًا. سن واحد بالظبط يعني بالتحديد. طالعين مع بعض يعني. مجدي طبعا وخالد وكده اكبر مننا بسنتين ثلاثة. كابتن مختار، كابتن محمد عامر، كابتن ماهر همام، كل دول طبعا اللي هو جيل الأواخر السبعينات والثمانينات كلها يعني. أكتر حاجة يعني ما تقدرش تنساها في مشوارك مع النادي الأهلي، أكتر لحظة، أكتر بطولة، أكتر ماتش ما يروحش من ذاكرة محمد حشيش؟ والله الحقيقة يعني ماتشات كتير. أنا يعني لعبت مع في الفترة الصغيرة اللي لعبتها في النادي الأهلي لعبت كم مباراة كتيرة وخدت بطولات كتيرة. وكان وقتها أنت عارف يا أحمد ما فيش بطولات كتير. كان هو دوري وكاس وبطوله افريقيا. ما كانش بقى السوبر المصري والسوبر الافريقي والكونفدراليه وكاس عالم انديه وبطوله عربيه، فكانش فيه الكلام ده. هي اللي عملت العدد او يعني الماتشات خلتها كتيره بالنسبه للعيبه. احنا كان ماتشات محدوده، حتى الدوري العام الدوري العام كان 12 فرقه. فكنت عشان انت تلعب مثلا 22 ماتش، ده اللي هو كل الماتشات تبقى بطل يعني. وخصوصا في الفتره دي اللي كانت مليئه بالنجوم. يعني النادي الاهلي الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كان المركز الاساسي والاحتياطي فيه منتخب مصر. كانت فتره صعبه ومليئه بالنجوم يعني. طبعا كلام خدنا وما باركتلكش على بطوله الدوري، الف مبروك. طبعا مبروك عليك ومبروك علينا كلنا، ودي حاجه طبعا كانت يعني متوقعه السنه دي، نظر طبعا ان الفارق كان كبير، وانا بعتبر ان السنه دي ما كانش فيه منافسه. هو يمكن ما كانش فيه منافسه في الملعب لكن كان فيه سير عكس التيار بره الملعب. طبعا يعني من اول ما السيزون ابتدى لو حضرتك تتذكر كان فيه هجوم شديد على اداره الاهلي، وكان فيه هجوم شديد جدا على فايلر. طبعا وكان فيه وحتى طول يعني حتى واحنا شغالين طول الموسم لازم حتى بعد المكسب حتى وانت بتلعب لازم تلاقي اشاعه هنا، كلام عن لعيب هنا، مفاوضات مع مدير فني هنا يعني. وانت تشعر انك انت بتسبح ضد التيار طول الوقت، حتى على الرغم انك انت ماشي في الدوري وبتتحرك باريحيه كبيره. عايز اقول لك هو تفسير بسيط للموضوع ده. دايما الانسان لما يكون مشغول وبيشتغل وبيجتهد وبيبتكر ومركز مش فاضي الكلام تاني. انما اللي بيعمل الكلام ده اللي هو يبقى ما عندوش حاجه يعني فاضي. وبعدين السنه دي كشف لان الجاب كبيره قوي. يعني هل ينفع ان يبقى فيه 18 بونت ويبقى فيه منافسه؟ منافسه مع مين؟ المنافسه دي نقطه 2 3 انت فاهم ازاي؟ انما 18 دي يعني المنافسه كانت ممكن قوه الاهلي ولا ضعف المنافسين؟ يعني الفرق الكبير والارقام القياسيه دي نتيجه ان الاهلي حقيقي يعني بيغرد خارج السرب زي ما بيقولوا، الاهلي خارج المنافسه، الاهلي فريق قوي جدا، ولا لانه الدوري بقى مسابقه ضعيفه، او انه الاقرب المنافسين للنادي الاهلي في فرق كبير جدا في المستوى بينه وبينهم؟ النادي الاهلي في فرق كبير في المستوى مش المستوى الفني. جمهور شعبيه الطاغيه للنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي ببطولاته، إدارة النادي الأهلي، الإدارة الجيدة الممتازة على مدار الأجيال المختلفة ورؤساء الأندية المتعاقبة، إصرار اللعيبة، الأهم من كده روح الفانيلا، تشجيع القوي اللي هو مش شرط يكون من الاستاد نفسه في الملعب. السبورت دايما من الجمهور حوالين النادي الأهلي، العزيمة القوية بتاعة اللعيبة حتى وإن كان بعضهم مش متربي في النادي الأهلي إنما بيجي من بره من خارج جوه منظومة النادي الأهلي، فبياخد على إن ما ينفعش النادي الأهلي يتعادل، الناس بتزعل. يعني إحنا متربيين على كده في النادي الأهلي وإحنا صغيرين، نتعادل نروح نعيط في البيت إزاي تعادلنا وخارج أرضنا كمان مش فاهم. فالحاجات دي كلها والروح القوية بتاعة النادي الأهلي هي اللي دايماً بتخلي النادي الأهلي أي مسابقة يدخلها عايز ياخدها، عايز ياخد البطولة، عايز ياخد الدرع أو الكاس، بطولة إفريقيا عايز. النادي الاهلي لو ما كانش كده يقول لك انا واخد 41 بطوله والراجل اللي بعدي واخد 12،
فريح بقى مش مشكله على البال ما يعني لو انا يعني جيت على جنب كده مش هيلحقني. انما اصرار انت بتبقى 41 عايز 42 وانا متاكد ان شاء الله السنه الجايه عايز 43 عندك 8. لا هو الاهلي يمكن من اكتر والله مش عشان واحد اهلاوي عشان منتمي للكيان العظيم ده لكن الاهلي يمكن من اكتر بتكلم على مستوى الحرفيه يعني مستوى الاحتراف. الاهلي اكتر حاجه بتميزه انه مش باصص لغيره، الاهلي باصص لنفسه، الاهلي بينافس نفسه، الاهلي بيشوف هو حقق ايه ويبص على طول على الهدف على فكره يا احمد النقطه اللي انت قلتها دي مهمه جدا جدا والمنافس عارفها كويس قوي بدليل ان هو عايز يسحبك من الجزئيه دي ويخليك حاله التركيز دي حاله التركيز دي ويدخل في المنطقه بتاعته لانه عارف ان انت كنادي اهلي وكتربيه ومبادئ النادي الاهلي مش هتعرف تروح في الحته بتاعته هو استاذ في الحته بتاعته ما حدش يقدر يضيف الحته بتاعته الحته بتاعته دي ما هو عايز يجيبك فيها عشان هو يوجدها وانت استحالها تنساق ولا احد كلام يرتضي الحقيقه ان هو يروح لهذه المنطقه على اطلاقا لا 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 مجلس اداره وكلام هنا معلش كابتن محمد مش رياضه بس طبعا هنا بنتكلم في اخلاقيات وبنتكلم في قيم ودي يعني تيجي قبل المنافسه وقبل انا بالمناسبه كنت بتكلم في نفس الاطار ده في بدايه الحلقه والله يعني في النهايه انت بتحافظ على قيمه معينه طبعا بتحافظ على اخلاقيات معينه وبتمثل قدوه الاجيال طالعه فبالتالي لابد ان ده المعايير دي تتحط في النادي الاهلي كمؤسسه كبيره قدوه لمؤسسات كتيره احنا جينا فتره من الفترات السابقه اللي قبل الرئيس السيسي ما يجي كنا بنقول الاداره الوحيده اللي ناجحه في مصر هي اداره النادي الاهلي مؤسسه النادي الاهلي اللي كان في اوقات كان بيبقى في ظروف للبلد صعبه والفرحه الوحيده اللي كانت بتيجي عن طريق النادي الاهلي بالفوز ببطولات الافريقيه وكده فالنادي الاهلي طول عمره حتى الكابتن خطيب بياكد على الكلام ده في كل الاحاديث بتاعته ان احنا استحاله هنرد على الاساءات احنا بنرد بالشكل الطبيعي وبالطريق القانوني وعن طريق القانون وعن طريق مؤسسات الدوله انما هنخش في حاجات جانبيه هتعطلنا عن الهدف الرئيسي بتاعنا وهو تحقيق الانتصارات والبطولات واسعاد الجمهور بمناسبه كابتن خطيب يعني وبعيدا حتى عن الكره وانتمائك لفريق النادي الاهلي كونك واحد من نجومه انت اساسا من عيله اهلاويه يعني انت طبعًا. اساسا حتى من قبل ما انت تخش او تبتدي كلاعب في النادي الاهلي انتوا بتنتمي لعيله اهلاويه احنا طبعا انا طبعا يعني عضو في النادي الاهلي من اواخر الستينات مع والدي ووالدتي سكني كان قدام النادي الاهلي حياتي كلها كنت بقضيها في النادي الاهلي وانا صغير على طول من الصبح بالليل لغايه ما طبعا دخلت يعني فرقه الناشئين تحت اللي هم 12 سنه فاحنا يعني طبعا عيله اهلاويه من زمان وطبعا جيت انا بقى كملت طبعا في النادي الاهلي يعني اللي كمان بيحس بقيمه النادي الاهلي اللي بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي طبعا يعني طبعا الجمهور في جمهور كبير جدا جدا ساند النادي الاهلي في حاجات كتيره اعضاء النادي الاهلي سواء الاعضاء اللي عاملين في النادي الاهلي او جماهيره الكبيره بس مش زي ما تلبس وتحس بقيمه النادي الاهلي تحس بقيمه النادي الاهلي مش في مصر بس تحس بقيمه النادي الاهلي لما كنا بنسافر بره الجاليات المصريه والعرب نفسهم في مختلف طبعا الدول اللي كنا بنروحها انتماء وتشجيع كبير للنادي الاهلي فانت لما بتحس بتنتمي للنادي الاهلي حتى لو لعبت مباراه واحده صحيح. بتبقى بالنسبه لك حاجه كبيره يعني يعني زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضرتك شايف كابتن محمد دي لقطات بث مباشر من صاله المغطاه في ملعب الشرقيه للدخان ده ماتش نهائي كاس مصر سيدات في كره الطايره تمام النهائي بيجمع طبعا بين فريق النادي الاهلي وفريق نادي الصيد ويمكن حضراتكم شفتوا كابتن محمود خطيب ظهر في على الشاشه من شويه والحقيقه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وفي متابعه مستمره واهتمام بكل البطولات على كل المستويات معانا زميلنا شريف شعبان من داخل الصاله المغطاه شريف مساء الخير ويعني ادينا كده طمنا الاول على سكور دلوقتي الماتش شغال انا عارف نعرف منك نتيجه المباراه مساء الخير تحياتي ليك يا احمد تحياتي طبعا لكابتن مصر
كابتن حشيش ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل من صالة الشرقية للدخان نهائي كأس مصر للسيدات الأهلي والصيد. يمكن الشوط الأول الأهلي تقدم على فريق الصيد 25-18 ومن خلفي الشوط الثاني شغال بإذن الله يا رب بإذن الله يكون الانتصار من نصيب النادي الأهلي في الشوط الثاني والثالث عشان نخلص بإذن الله 3-0. طبعا الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة 3-0 ويمكن الصيد فاز على الزمالك 3-1. كابتن حمد الصافي المدير الفني للنادي الأهلي حدث ولا حرج تاريخه ولاعب كبير طبعا. وأيضا هو مدير فني تاريخ كبير يمكن ما شاء الله ما شاء الله 6 دوري 5 كاس 4 أفريقيا 3 بطولة عربية يمكن البطولة الدوري كمان الأهلي حسمها لطائرة السيدات ما شاء الله انتصارات بتتوالى. خليني أقول لك بقى وأفرح كل جماهير النادي الأهلي يمكن معشوقهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موجود في الصالة مغطبة يتابع اللقاء الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يمكن حريص كان يتابع اللقاء من أوله إلى الأشوط الثانية ولسه مستمر طبعا الكابتن الخطيب في مشاهدة المباراة بإذن الله رب بإذن الله يكون الانتصار النهاردة من نصيب النادي الأهلي. أيضا حضر من النادي الأهلي الكابتن رفع عبد القادر مدير النشاط الرياضي والعميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي ومن اتحاد الطائرة طبعا رئيس اللجنة المؤقتة المهندس سامح حمدي. زي ما قلت لك احنا الآن في الشوط الثاني بإذن الله الأهلي ينتصر على أو يفوز على الصيد في الشوط الثاني هيبقى ناقصنا بس شوط واحد يخلصه بإذن الله ونتوج بكأس مصر كالعادة. البطولات كلها بتحب النادي الأهلي البطولات كلها بتجري ورا النادي الأهلي بإذن الله النهاردة يكون يوم أهلاوي خالص بإذن الله. زميلي أحمد بشكرك شكرا جزيلا شيف وأعتقد سيدات الأهلي متألقات مش بس في الطائرة سيزون موفق وناجح الحقيقة لعدد كبير جدا من رياضات سيدات السلة اللي حسموا الدوري وأعتقد كمان في كرة الطائرة الأهلي أعتقد هيلعب بكرة شباب فكروني بكرة مع الجيش فاينل كاس رجال إن شاء الله كل التوفيق طبعا لأبطالنا بعد ما حسموا بطولة الدوري. الحقيقة يمكن على مستوى يعني الرياضات المختلفة الأهلي عامل سيزون ولا أروع ويمكن بشكرك يا شريف طبعا وهنتابع معاك أول بأول نتيجة المباراة ونتمنى التوفيق طبعا ونحتفل مع بطلة الأهلي بحسم البطولة. قبل ما نكمل كلام والحقيقة أنا مش بس عايز أتكلم على الرياضة يعني بصفتك كمان كابتن محمد من يعني من أعضاء نادي الأهلي طبعًا. أنا عارف إنه يمكن الأعضاء بيلمسوا طفرة كبيرة جدا على مختلف المستويات في الأفرع المختلفة أو الفروع المختلفة النادي الأهلي خلينا نتكلم عنها بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بنجمنا النهاردة الكابتن محمد حشيش أهلا بحضرتك مرة تانية كابتن بيكم. محمد كنت قبل الفصل بكلم حضرتك على مجلس كابتن خطيب مجلس ده يمكن من أكتر المجالس اللي تعرضت لحملات ممنهجة والموجات متتالية من الانتقادات تقييمك لأداء المجلس سواء من ناحية البطولات وأنا عارف أنه الأهلي أي بطولة بيدخلها في أي رياضة على مستوى الكبار على مستوى الناشئين وطلب بالفوز بها أو على مستوى حتى النادي كنادي خدمات السنة دي بنشوف اعتقد نقله نوعيه فكره ملعب الاهلي والسلام استاد باسم الاهلي بنشوف افتتاحات وتطوير يعني وقبل كده لو هنيجي بقى من اول ما المجلس مسك الحقيقه طبعا اكتر مجلس انتقدوه لان انا في رايي من انجح المجالس اللي جت وجت في ظروف صعبه جدا ومع ذلك يعني لو هنتكلم على حاجه مثلا بسيطه السنه اللي فاتت الدوري لو كنا بعيد قوي إصرار والعزيمة لو تفتكر معايا مستشفى النادي الأهلي اللي كانت بتتقال كم من اللعيبة وكم إصابات غير عادي ومع ذلك بإرادة النادي الأهلي والدعم الكبير احنا في وقت من الأوقات سمعنا السنة اللي فاتت الأهلي هينزل دوري الدرجة بالظبط كده وبعدين الطريقة بقى ومش عارف أصل اللي ما حد اللي ما فيش مش عارف فرقة تانية هي اللي بتنافسنا وحاجات كده ومع ذلك جيت من ورا خالص وكسبت بطولة دوري اللي هي أكبر بطولة يعني المقياس هي بطولة الدوري لأن هي مشوار موسم كامل البطولات التانية اللي هي ماتش واحد تاخد بطولة دي ومكسر الدنيا عليها لا انت بتتكلم على الفرق القوية بتبان في الموسم الكبير طبعا واخد بالك تلعب 34 مباراة 18 فريق مش ماتش واحد ممكن ما يكون بدلك يوميها هو كان بدلك بصراحه يعني انت فاهم ازاي يعني هو كان بدلك يعني يوم الاهلي بيخسر ماتش بطوله ماتش واحد دي بيبقى يعني بالتاكيد سوء حظ الناس يعني. بتكبر نفسها واحنا خدنا بطولتين في مش عارف في اسبوع ماتشين طيب بمناسبه البطولات الكبيره احنا داخلين على البطوله الاغلى طبعا. والبطوله المفضله والبطوله اللي وحشت جماهير نادي الاهلي بقى لها فتره
وانا بصراحه يعني بمنتهى الصراحه الى حد كبير متخوف. طبيعي جدا بلعب فريق مرشح، ناس كتير بتشوف مواجهه الاهلي والوداد هي نهائي مبكر لبطوله دوري الابطال. اسمع منك تقييمك لفايلر وبالذات في افريقيا، يعني واحد من اهم الانتقادات اللي اتقالت على الراجل ده اول ما مسك ان الراجل ملوش في افريقيا، مدربش في افريقيا وما يفهمش حاجه عن المنافسه والانديه الافريقيه. شايف مشواره ازاي؟ سيبك من الدوري، يعني الدوري تمام، لكن مشواره في افريقيا بتشوفه ازاي؟ والله المشوار كان صعب ومشوار كبير، كان فيه محطات صعبه بالنسبه لفايلر. كنا لسه بنتكلم ماتش النجم من اوائل الماتشات وبره ارضك وبتطرد منك واحد في اساسي المساج بتاعك في اول خمس دقايق ومع الجمهور القوي بتاع تونس وتطلع بالنتيجه دي وتكمل. المحطه الثانيه محطه الهلال السوداني، كان لا انت رايح ولازم تكسب المباراه دي لان ما كانش في بديل على المكسب، لازم تنتظر تتاهل او تنتظر النتائج ثانيه. ففي تجارب مر بيها كبيره ان شاء الله، يعني كده خد جزء من الخبرات الافريقيه اللي هم بيحكوا عنها. ان شاء الله باذن الله المحك بقى الرئيسي المباريات اللي جايه الوداد طبعا. شايف ماتش الوداد ازاي؟ مخلصين سيزن في محلي، واخدين حاسمين بطوله الدوري من بدري طبعا. قائمه الفريق تقريبا شبه مكتمله، يعني ممكن يبقى في لعيبه بعيده عن الفورمه لكن جاهزه انها صحيح تخش ان شاء الله في التشكيله. شايف التحضير لماتش الوداد ازاي؟ وشايف مواجهه الوداد على ملعبه ذهابا والعوده في القاهره ازاي؟ مباراه قويه جدا مع يمكن اكبر فريق في المغرب واكبر فريق في افريقيا دلوقتي من الفرق الكويسه، فيها عناصر خبره وعناصر شباب كتير، يعني خليط ما بين الاثنين. ما تقدرش تقول عندهم نقطه ضعف الحته الفلانيه نص الملعب كذا، لا عندهم الهجوم، لا فرقه بتلعب كره جماعيه، فرقه بطولات لسه واخده البطوله، كل ده بيدي لها حافز. انما في المقابل النادي الاهلي انت بتلعب بطل افريقيا واكبر نادي حصل على بطولات افريقيا وعنده كم من النجوم الكبيره وعنده من التاريخ والخبرات في افريقيا حاجه كبيره. ان شاء الله باذن الله العناصر اللي موجوده مع الجهاز الفني اللي موجود يحققوا البطوله اللي الناس كلها مستنيها. يعني البطوله احنا لا غنى عن بطوله الدوري بس انت خلاص النادي الاهلي خلص بطوله بيقفل ويبتدي يبص على حلم غايب بقاله فتره. يعني برغم ان انت اكتر نادي في افريقيا واخد البطوله دي انما الجمهور بيقول لك ايه عايزين التاسعه. البطوله دي مهمه غايبه بقالها فتره، الناس عايزه تفتكر يا احمد كاس عالم الانديه وعايزه تفتكر الكلام ده وما كنا بنستنى واليابان والتوقيتات ونتفرج ونعمل، يعني لان النادي الاهلي دخل العالميه من كذا سنه فاحنا عايزين نبقى متواجدين في المحفل الكبير ده. المفروض يبقى فيه طبعا يعني الحمد لله ظروف دلوقتي ان انت ارتحت وطمنت على بطوله الدوري تماما رسمي، ده خدمك وجه في مصلحتك اكتر واداك اريحيه انك طبعًا انت طبعًا تحضر بقى على مهلك بدون شد، مشتت ما بين بطولتين وبرده اللعيبه هنا كذا ويفصل، لا انت كده فصلت عن بطوله الدوري بس مش فصلت عن بطوله الدوري ان انت الماتشات الجايه مش مهمه، لا دي المباريات اللي جايه مهمه جدا بس مش عشان تاخد بيها الدوري، عشان تاهلك للهدف الاكبر. بين نارين يا كابتن محمد، بين نارين انه لا قدر الله حد من اللعيبه يعني من القوام الاساسي للفرقه لا قدر الله يتعرض لاصابه، بين نارين ان انا عايز اجهز المستبعدين اللي بقى لهم فتره سواء زي كهربا بسبب ايقاف، شحات عامل عمليه، ناس راجعه ما كانتش بقى جاهزه بدنيا زي صلاح جمعه نفسي اجهزهم وادخلهم فورمه، وان انا احافظ على حساسية المباريات والفورمة اللي وصل ليها عدد كبير جدا من اللعيبة زي سولية وديانج وشناوي وربيعة وبادجي اللي ابتدى يدخل فورمة. في كل المعادلات دي أو كل المعطيات دي تحضر لماتش الوداد ازاي؟ الكلام اللي انت قلته ده بقى الخلطة دي كلها ازاي تتعمل، ده الكوتشنج بقى ده دوره مهم جدا جدا الفترة دي، يعني من أهم 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 الفترات. فاضل حوالي تقريبا النهاردة بنتكلم 22، فاضل حوالي يمكن كام 20 يوم مثلا تقريبا ال 20 يوم دول انت مطالب ان انت تحط في دماغك التشكيل اللي انت هتبدا بيه من دلوقتي العناصر الاساسيه، وبتبقى عامل في حسابك ان ممكن
لا قدر الله واحد او اثنين يحصل اصابات فانت محضر البديل اللي هيدخل هيبقى متجانس مع التشكيل ده، بتبقى حاطط كمان وبتدرب الناس على الطريقه. انت عارف دلوقتي ما بقاش في حاجه بتستخبى، الاتصالات والقصه بقت الدنيا كلها عارفه، يمكن الوداد عارف النادي الاهلي بيتمرن ايه كل يوم الصبح فما بقاش ان انت تخبي عشان تفاجئ، لا انت ركز على انك في تشكيل قوام تشكيل رئيسي لازم تلعب بيه في بطوله الدوري، ما تبصش ان احنا المباريات مش مهمه فهبتدي اشوف بقى انا اللي عايزهم السنه الجايه، عايزهم في القايمه او عايز اعيرهم او عايز امشيهم او عايز كذا، لا العناصر اللي موجوده دي التشكيل الاساسي لازم انت تفكر فيه كويس قوي وتلعبه، وتقدر تريح بعض العناصر اللي انت شايفها مثلا في خلال الفتره اللي فاتت اكتر عناصر بتلعب، ممكن انت عندك تغيير كمان خمسه كذلك انت عندك لعيبه لسه ما اطمنتش عليها، لسه راجع زي حسين شحات اللي هو احتمال يبتدي من بكره، كهربا لسه ما دخلش فورمه، الناس دي لازم تلعب بصفه اساسيه خلال الفتره اللي جايه دي عشان تنضم لقافله الناس الكويسه اللي جابت الفورمه بتاعتها. ما بصش بقى ان ايه لازم العب ناس ولازم افكر في كذا، لا اللعيبه مدرك تماما طبعا، يعني انا ما عنديش شك انه كل واحد ممكن يكون اسمه محطوط في القائمه اللي هتلعب ماتش الوداد نفسه يحقق ده كانجاز شخصي طبعا وكانجاز النادي اللي هو بينتمي ليه طبعا، لكن برضه مدرك انه في حته كده داخله جوه الدماغ انه في حاله من حالات الضغط الجماهيري العنيفه جدا طبعا. زي ما حضرتك لسه بتقول جمهوره بعيد عن الاهلي، في انديه من ساعه ما ابتدت لغايه النهارده ما جاتش اساسا في نهائي افريقيا بالظبط، لكن بالنسبه للاهلي هو مش مطالب انه يوصل نهائي، هو مطالب انه يفوز بالبطوله صحيح. بالتالي دي حته ممكن تبقى عامله ضغط للعيبه، ازاي اتعاملوا معاها؟ وبالتاكيد حضرتك عندك خبرات وعديت بمواقف مشابهه دور اللعيبه الخبره في الفرقه ادوارهم يعني مهمه جدا خلال الفترات دايما الصعبه او المواقف الصعبه، يعني لو عندنا وليد سليمان من اللعيبه دلوقتي الخبره اللي موجوده، سعد سمير، لو شناوي، الناس الكبيره دي لازم تبتدي تتكلم مع اللعيبه، التركيز مش هيبقى قبل الماتش بيوم زي ما كنا بنعمل قبل كده، التركيز من دلوقتي في هدف، وهدف مهم جدا كل الناس بتتمناه، حتى اللعيبه اللي سافر قبل كده زي وليد سليمان وجرب الحصول على بطوله افريقيا وجرب انه يلعب في كاس العالم للانديه، ده مشتاق ان هو ينهي تاريخه برضو ببطوله كبيره ومسابقه كبيره زي بطوله العالم للانديه أيوه. كذلك الناس اللي لسه ما عملتش بطولات، ما خدتش بطولات افريقيا، لازم تبقى متشوقه لحاجه زي دي. وبعدين عايز اقول لك يعني دايما في النادي الاهلي اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، لان هو المكسب بيعم الكل، يعني انا لما خدت خمس بطولات افريقيا للنادي الاهلي، ثلاثه ابطال كؤوس واثنين ابطال دوري، هل انا لعبت كل الماتشات وكل انما محسوب لي ان انا كنت مشارك ولعبت مع الفرقه ومحسوب لي البطولات دي، فكل واحد يعني مجهوده بينصهر في مجهود الكل، احنا عندنا هدف رئيس ما قلتش ايه، انا بس عشان الضغط العصبي انا عايز ابقى موجود عايز اشارك، دي حاجه كويسه تخليني اعلى مستوايا ادوس على نفسي بلغه الكوره ان انا اوصل للتوب فورم، وان انا لما اشارك يعني اغتنم الفرصه، لما اخد فرصه لازم اثبت نفسي، الفتره اللي جايه دي يعني مش بتاعه هزار بقى ونريح فلان واصل فلان كذا، لا كلهم دلوقتي يركز، لان انت بتدي كمان زي لسه من شويه بقول لك ان مفيش حاجه بتستخبى، انت بتدي رسائل للمنافس سواء المنافس اللي موجود هنا اللي ممكن يقابلك في بطولة افريقيا او المنافس الخارجي، بتدي رسائل من دلوقتي انت مركز وبتكسب ماتشاتك حتى وانك واخد بطولة الدوري، انما بتنزل برضو بتكسب. البعض بيربط بين انه المستوى رغم ان احنا حسبنا ورغم زي ما ابتديت كلامي انه سيزن بالارقام ارقام قياسيه في كل المستويات، والسيزن ده ما حصلش يمكن في تاريخ الاهلي من سنين طويله صحيح جدا صحيح. لكن بعض يمكن يكون قلقان شويه من مستوى الاداء، يعني اداء الفرقه رغم انك انت سواء بتكسب او تتعادل بس قادر تبقى متصدر الدوري بفارق مريح وقادر تحسم البطوله قبل ما تخلص باسابيع كتيره جدا، لكن لما تتفرج على شكل الفرقه بتحس انه لا مش ده الاهلي اللي قبل السيزون ما يوقف، في اعتبارات كتير عارفين، وقلت انه فتره التوقف اثرت على المستوى البدني والذهني والنفسي والتكتيكي للفريق كله، ده طبيعي جدا تمام. بس ما هو برده اثرت على كل الفرق الثانيه، فمن وجهه نظرك ده كان حاصل ليه وازاي نتجاوز ده؟ يعني اللي انا عايز اقوله لك احنا لو هنتكلم عن النقط السلبيه وهي موجوده، النادي الاهلي قبل كورونا غير بعد كورونا، والغريب
انه حاله حال الانديه الكبيره في بطوله الدوري دي. تمام. يعني غريبه جدا لو تبص تشوف ان الفرق الصغيره في الجدول الدوري هي اللي ادائها عالي جدا جدا بعد الكورونا. زي مثلا على سبيل المثال اسوان او وادي دجله او 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 النادي الاهلي اللي انا قلقان منه كبقى لعيب وكبرضه مشاهد للنادي الاهلي او من جمهور النادي الاهلي ان في بعض يعني الاداء اللي مش كويس على المستوى الجماعي حتى على مستوى الفردي. يعني انا قلقان من بعض اللعيبه من بعد كورونا ولعبت اكتر من ماتش ولسه مش في مستواها اللي معروف اللي كان قبل كده. أيوة. واحد زي اجايه مثلا الراجل بياخد من بعد كورونا ولغايه دلوقتي مفيش. جيرالدو نفس القصه. ايوه. في ناس كانت بدات صعبه شويه بس الماتشات جابتها. وده الطبيعي. الاداء ككل يمكن ما اعرفش خلال الفتره اللي فاتت كان فايلر برضه مغير الطريقه فدي يمكن كانت عامله لخبطه. أيوة. يعني على 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 لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي متعود يلعب خلال الفترات اللي فاتت 4-2-3-1. مظبوط. عمليه 2 دي كراس حربه ممكن تكون ملخبطه شويه. عشان كده انا بقول لك مفيش مجال بقى بعد كده ان انا اقعد. يعني هو يمكن جرب في المباريات اللي فاتت عشان يوصل لاهم العناصر او احسن عناصر موجوده اللي هيحطها في التشكيل الرئيسي لافريقيا. فاحنا الفتره اللي جايه مش عايزين تجارب. اللي خد فرصه ومش كويس وما استغلهاش مش هقعد اتحايل عليه وطبطب عليه واقول له والنبي طب انت ايه رايك. لا ما اديتك بدل الماتش 4 و5 و6 يبقى انت حالتك في حاجه تخصك انت شوفها بقى بره. تمام. يعني انما ادي فرص للناس الكويسه وركز على التشكيل الاساسي. والحاجه الاهم كمان ركز على طريقه اللعب اللي انت هتلعبها اللي تناسب الماتش اللي بره. طيب قبل ما ادخل في جزئيه الناشئين وانا عارف حضرتك مسؤول عن قطاع الناشئين مدير تنفيذي اتحاد الكره في القاهره خليني بس اسالك انت تصعدت كام سنه؟ يعني انت اول ما طلعت من ناشئي الاهلي عشان تلعب فيرست تيم طلعت كام سنه؟ انا وانا 17 سنه كنت بتاخد ماتشات وديه كده معاهم ايام هيديكوتي. ايوه. طلعت بالظبط 81 درجه اولى 81 بعد ماتشات كتيره بقى وديه وكنت يعني اطلع شويه وانزل يعني لعبت درجه اولى 18 سنه. هل بتشوف انه ده بقى بيتكرر او بيحصل دلوقتي بشكل يعني للاسف لا طبيعي للاسف ليه؟ لا ليه من وجهه نظرك هقول لك ليه. يعني مع انه بالتاكيد فرقه الاهلي فيها من النجوم اللي تشيل موهبه او موهبتين لسه بيبتدوا المشوار. تمام. وفكره انك انت تطلع حد من كتيبه الناشئين بتاعتك فاهم ثقافة النادي الأهلي وفاهم مدرسة النادي الأهلي بتبقى إلى حد كبير جدا أحسن ما تجيب موهبة تانية لسه جاية من بره. ليه ما بقاش بيحصل ده؟ وعلى فكرة دي مش حاجة تخص الأهلي بس يمكن تخص طبعا. يعني هقول لك ليه فرقتين ثلاثة في مصر الحقيقة في شغل فيها جامد في قطاع الناشئين. هقول لك ليه وبصراحة وممكن حد يزعل من الكلام ده بس هو ده الكلام الطبيعي لأن أنت دخلت في التخصص بتاعي. هاي. خلال السنين اللي فاتت قطاعات الناشئين لازم يبقى فيها اهتمام. ولازم اللعيب اللي موجود سواء اللعيب او المدرب او رئيس الجهاز يحس ان هو مطالب بانه يبني لعيب للدرجه الاولى. تمام. بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين. مش انه ياخد بطوله. البطوله دي سهله في الاشبال. يا فرحه النادي الاهلي بياخد كل البطولات على مستوى الناشئين انما ما طلعش حد درجه اولى. يعني ايه انت فاهم ازاي؟ فلازم جزئيه معلش برضه احط في الاعتبار. تمام. عشان تبقى جزئيه. تمام. انه النادي الاهلي بينافس دايما على البطوله فعايز لعيب توب فورم عايز لعيب جاهز. يعني بنشوف من ولاد النادي الاهلي من نفس المدارس حاجه بتقولها دي. تمام. اسماء بتطلع اعارات في فرق تانية بتروح تكسر الدنيا. عايز اقول لك حاجه احمد لازم اللعيب يحس انه لما يبقى كويس ويوصل للسن ال 18 19 الفرق الكبيره هتاخده. ما يحسش ان مهما هعمل انا بكلمك بصراحه بدون اي زعل ما احسش ان هو مهما هعمل فرصتي صعبه. النادي الاهلي يا عم بيشتري من بره راح يجيب مساك فلاني وراح يجيب بتاع الوداد وراح يجيب طب انا بقى وانا سني 18 19 سنه وبلعب في النادي بقى لي 12 سنه اعمل ايه؟ بس انا بفتكر برضو كم من ولاد النادي الاهلي خرجوا اكتسبوا خبره ودخلوا منافسات والاهلي جابهم مره تانية. وكم من ولاد النادي الاهلي اللي قعد يربيهم 15 سنه بيجي سن 20 باي باي امشي. المتميزين قوي اللي بيطلع الدرجه الاولى نعمل اعارات. انما الباقي فين؟ انت بتصرف عليه
الفترة دي كلها. حتة ان انت بس دي على فكرة برضو خد بالك من جزئية، يعني انه دي مسؤولية نادي او قلعة رياضية كبيرة جدا زي مصر انها تفتح المجال وتطلع مواهب حتى ولو ما كانش فيها ليها مردود بشكل مباشر. تمام. لكن ده دور وواجب على نادي زي النادي. انا عايز اقول لك حاجه، مش دافع عن النادي، انا عايز اقول لك حاجه. لما ادي مدرب القطاع الناشئين اجيب مدربين صح خبرات. مدرب الناشئين ده اصعب من مدرب الفرقه الكبيره، انت بتاخد واحد جاهز. فايلر ما بيعلمش كهربا بص بطن رجلك وقف الكره على ركبتك كده، لا ده فايلر كذا نجوم هتقولي فلان الفلاني بيجيبوا له فلان الفلاني. انما الناشئين ده والبراعم انا بعلم. بعلم. بالمناسبه ايه رايك في الشغل اللي حصل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ما انا عايز انقلك بس للحته دي، بس عايز اقول لك ان انت السنين اللي فاتت انت بتعامل المدربين مرتبات مش كويسه. واحد بيبطل النهارده بيجيبه يمسك بكره. واخد بالك ما عندوش اي خبره في التدريب، بتديه له ولد صغير يدربه كويس ويعلمه، وبعدين ده بيدربه كمان ايه ده كوره ونفسيا وبيطلع شخصيه تصلح للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت بتحاسبه على البطوله، ما تحاسبوش انه طلع كام لعيب للدرجه الاولى. تمام. فبالتالي وصلنا للمراحل دي، المدرب خايف انه يمشي السنه الجايه فعايز يلعب اي حد الجامدين القوي بتاعه عشان يكسبه عشان ياخد بطوله، بغض النظر انه يتعب نفسه مع لعيب موهبه جسمه قليل شويه، عايز يتدرب شويه، عايز عنصره من عصر غايب عنه. انت فاهم ازاي؟ كذلك حته بقول لك ان انت كتر انك بتجيب لعيبه من بره، اللعيبه اللي موجوده انا بكلمك وانا يعني موجود في القطاع. السنه دي اول خطوه بقت كويسه اتعملت. طب اللي هي اتاخرت، تخلينا بقى ناجل على الخطوه اللي اتاخرت، ان تاتي متاخرا افضل من ان تاتي على الاطلاق. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه يمكن احنا مستمرين مع حضراتكم في السادسه عشان نتابع ونغطي بطلات النادي الاهلي في الكره الطايره اللي بيلعبوا فاينل الكاس دلوقتي، وهم متقدمين في الاشواط 2-0 وفي الشوط الثالث، والحاسم ان شاء الله لو قدر النادي الاهلي انه يحسمه لصالحه ويعلن تتويج فريق الكره الطايره سيدات للنادي الاهلي بطلا للكاس. النتيجه 16-4 وبالتالي يا كابتن محمد يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى فرصة. احنا بنتكلم على معجزه يعني ان الاهلي يخسر طبعا، بس ان شاء الله فرصه ان شاء الله ان يعني نحتفل معاهم بالتتويج وكده. حلو عليهم كابتن محمد. الحمد لله، وهم الحقيقه فرق النادي الاهلي كلها، ودي الميزه في النادي الاهلي او مؤسسه النادي الاهلي، مش قائمه على كره القدم. طبعا كره القدم هي واجهه النادي والشعبيه الطاغيه طبعا. انما برضو احنا عندنا يعني العاب تانية ابطال فيها من زمان، وغير كمان الالعاب الجماعيه عندنا كمان الفرديه والسباحه ابطال وبطلات مصر. خد حضرتك وتماسيح النيل من عندنا طبعا يعني. طبعا هو لولا برضو ده جزء من يعني من لما بنتكلم على قلعه رياضه هدفها صحيح. في النهايه انها تفيد الرياضه المصريه طبعا، ولولا البطولات والتطور الكبير اللي حصل في مستوى الفرق يعني نادي الاهلي ما كانتش الرياضات دي تقدر تنافس على مستوى القاره وتمثل اسم مصر. اي اضافه بيعملها النادي الاهلي او تطوير في اي فرق رياضيه بيصب في مصلحه المنتخب عشان الوطني. عشان كده انت دايما بتقول ايه يعني عناصر منتخب مصر في اي فرقه هتلاقي القوام الرئيسي فيها النادي الاهلي. ودايما كنا احنا عندنا في الكوره نقول ايه
لو الاهلي كويس يبقى المنتخب كويس. بنفس المنطق اللي كنت بتكلم حضرتك فيه في الناشئين، يعني لو رياضات ما لهاش جماهيريه كبيره جدا بالزبط. لو رياضات ما لهاش مردود اقتصادي معين، ورغم كده الاهلي بيكلف فرق ومعسكرات وتعاقدات وسفر للخارج سواء معسكرات او بطولات، كان ممكن يقول لك لا طب وانا عليا من ده بايه، نقفل الفرقه دي ولا نلغي الرياضه دي ونركز في الرياضات التانية اللي ممكن يبقى ليها مردود اقتصادي. لكن صحيح. مش ممكن ابدا، لان الاهلي مدرك طبعا للمسؤوليه الكبيره جدا اللي هو بيتحملها. طيب احنا وصلنا ل 20/9 ففاضل لنا كذا نقطه. تمام. انا عايز واحنا بنتابع يعني ان شاء الله ونحضر التتويج مع بعض نكمل كلامنا. انا عايز اكمل بس حته الناشئين. كنا وقفنا عند ان السنه دي في وقفه كويسه، الشغل الجديد السنة دي. مجلس الاداره عملها لقطاع الناشئين وجاب مدير فني اجنبي عشان يمسك القطاع كله، عمل عمليه الضم ما بين الفرق، لان كان الفرق الكتيره دي كلها يعني ما بيجيبش المردود. حصل دمج بين الفرق وبعضها، بين الفرق مثلا 2002 على 2001. ايوه. 2000 على 99. اول حاجه انت اخترت او هتنقي اللعيبه المتميزه، فلترت بقى. بس انا كان نفسي في الجزئيه دي بالتحديد ان كان موضوع الضم ده يتعمل على مرحلتين، السنه دي والسنه الجايه. ليه؟ معلش اسمح لي بس. الضم ده كان بناء على رؤيه الخبير الاجنبي ولا ده كان استراتيجيه النادي الاهلي، سياسه نادي والراجل جاي يطبقها؟ اعتقد سياسه النادي. سياسه النادي اعتقد كانت سياسه. تمام. النادي انا كنت عايز اعملها بقى مرحلتين. على مرحلتين لسبب. هنمسك مثلا فريق مثلا زي 2002، لان انا ابني بيلعب في 2002 في الاهلي. تمام. ف حريفه كابتن كويس، بيقولوا كويس يعني. ربنا يبارك ومساك كابتن. واعتقد ان الفريق الاول محتاج برضو موضوع المساكين يعني. فعايز اقول ان القوام الفرقه كانت 30 لعيب. لما انت تيجي مره واحده تمشي حوالي 22 لعيب، ال 22 لعيب دول بقى لهم في النادي اكتر من 10 سنين. انت بتدربهم وبتصرف عليهم و و و و تقريبا خدت الاساسيين ضمتهم مع الفريق اللي هو الاكبر اللي هو 2001. تمام. طيب انت كنت عملت السنه دي حاجه، كنت المميزين دول اللي هم مثلا سي 10 مثلا ضمتهم بصفه اساسيه مع الفرقه الكبيره. واحتفظت بالباقي اللي هم المفروض ما كانوش بيلعبوا خلال السنة اللي فاتت، لعبتهم في مسابقة زي مسابقة منطقة القاهرة، مسابقة ضعيفة شوية. ليه؟ مش قطاعات أو جمهورية. ليه؟ عشان ممكن في السن ده ويبقوا عارفين أنتوا قاعدين معانا الموسم ده يا جماعة، لازم كل واحد يشد حلو ويثبت نفسه، عشان لو ما كانش يبقى السنة الجاية مش موجود. تمام. ونبقى واضحين الناس اللي ما كانتش بتلعب في السن ده ممكن بالماتشات يجي زي ما بنقول. تمام. يعني واحد ما كانش بيلعب أو كان مصاب عنده إصابة وما لعبش. فممكن لما يلعب فرصه تانية، تدي له فرصه تانية عشان هو برضو ايه بقى له معاك 10 سنين. تمام. مرتبط بيك، مرتبط بالنادي الاهلي، مرتبط بحاجات بس كتير. بس يقينا كابتن محمد اللعيب اللي اتربى في النادي الاهلي او الناشئ اللي تم اختياره اساسا من البدايه انه يصلح انه يشيل تيشرت نادي الاهلي. تمام. حتى لو في سن صغيره وقعد خد تدريب وخد معسكرات وخد رعايه. تمام. بالتاكيد اللاعب ده حتى لو مشي من النادي الاهلي عنده فرصه في حته تانية. مليون في المية. بس انا بتكلم على استفاده النادي. وبعدين خلي بالك اي حد بيمشي النادي الاهلي بيبقى زعلان. يعني خصوصا انه مرتبط زي ما بقول لك، مرتبط بقى له 10 سنين. صحيح النادي الاهلي وجوده في النادي الاهلي هيديله زي ما انت بتقول فرصه انه يروح اي حته في مصر ويلعب، بس هو عايز النادي اللي اتربى فيه. السؤال هنا مشي من النادي الاهلي في فرصه يرجع تاني ولا مفيش؟ الاجابه على السؤال ده اللي يحددها اللعيب نفسه. بص لو بقى اثبت نفسه في مكان تاني كده. وقدر النادي الاهلي يسترده، بس انت المشكله بقى كمان يا احمد بتسترده بكام؟ يعني هو الراجل بتاعك بتسترده بكام؟ فانا اقصد ان كان يحصل الفلتره دي تحصل على سنتين، ما تبقاش قصه بكام دي. قصه بكام دي عشان قتلت بحثا. وانا ما يعني حضرتك عارف ان جزء كبير جدا من صناعه كره القدم النهارده بقى اقتصاد واستثمار. طبعا. وبالتالي انا ممكن استرد وادفع فيه فلوس النهارده في مقابل الخبره اللي هو اكتسبها، وانه ما فضلش قاعد عندي، ممكن جدا كان يفضل مركون. تمام. ما ياخدش فرصه يلعب وبالتالي ما يظهرش بنفس المستوى. تمام. ففي احتكاك وفي خبره جالي بمستوى معين وممكن يطلع من عندي باضعاف اضعاف الرقم اللي انا بؤيد كلامك مليون في المية. بس انا اقصد اقول لك ايه، ان القطع مره واحده ده بيبقى زي صعب شوية. يعني فلتر ليه بقى؟ انا مرتبط بيك بقالي 10 سنين انت بتصرف عليا واخد على. انا هستاذنك نتابع الكره دي يا كابتن محمد. طب ممكن نعرف سكور الماتش؟
طيب هي دي كره المباراه غالبا فهنتابعها معاك ومع جماهير النادي الاهلي ماتش بوينت. كده خلاص اعتقد كده الماتش خلص 25-13 ده الفاينل سكور 3-0 نهائي الكاس كاس سيدات كره طايره بيخلص لصالح فريق النادي الاهلي سكور 3-0. مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي حسم بطوله الكاس المصري. ويمكن هنتابع طبعا احتفالات الفريق زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشه. الف مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي. مستاش برضه مشوار طويل قوي ده برضه بتاع كابتن الخطيب وجوده في المباراه النهائيه طبعا للبنات هو كابتن الخطيب الحقيقه في كل المناسبات حتى مش بس الماتشات النهائيه يعني في بعض الاوقات بتبقى مباريات مهمه او كده بيبقى حريص دايما ان هو يبقى متواجد. وكابتن الخطيب على فكره انا مش بتكلم على موقع مسؤوليته كرئيس مجلس الاداره انا بيتهيالي وجود الخطيب بشخصيته كواحد من رموز النادي الاهلي اللي بيتمتع بمكانه كبيره ومكانه خاصه جدا في قلوب الجماهير اعتقد بيمثل دفعه كبيره جدا لاي بطل بيلعب في اي رياضه حتى لو بعيدا عن كره القدم. الحاجه اللي عايز اقولها لك ودي قلتها يمكن قبل كده زمايله احنا لعبنا معاه لغايه النهارده ما بنشوفه وبنبقى عايزين نصور معاه. تخيل انت بقى طبعا راجل مبطل بقاله كام سنه؟ سنه 87. انا لو بلعب ماتش كوره ولقيت كابتن خطيب واقف بره وانا مش لعيب يعني في النادي الاهلي انا هكسر الدنيا ده طبيعي جدا. تخيل بقى احمد طبعًا. يعني هو ربنا الحقيقه حبيب يعني طبعًا. نعمه كبيره قوي حب الناس. هي حب الناس حب الناس طبعا ودي يعني طبعًا. ما من عند ربنا ما تبقى ما يعني مهما تقعد حقيقي تدفع فيها فلوس لا يمكن هتعمل بس مش دي. كابتن محمد مش بس موهبه يعني يعني حب الناس اللي طبعًا. بتحبه الكابتن الخطيب قول لي احسن لعيب في افريقيا قول لي نجم من نجوم النادي الاهلي قول لي عبقريه كرويه فذه لكن الموضوع مش موهبه لسبب ومش كوره بس لان القصه اللي انت قلتها دي بتنتهي بعد ما البني ادم بيبطل صحيح لعيب بيبطل سواء بره او جوه بيبطل النهارده خلاص يقعد يومين ثلاثه بس كده خلص الموضوع طبعًا. الراجل ده يبطل بعد العمر ده كله ولسه بكامل نجوميته دي ايوه بيبو نزل الملعب بيسلم على طبعا بطلات النادي الاهلي بالمبارك لهم مره ثانيه طبعا بيبقى مشوار اللحظه دي بتبقى نهايه مشوار طويل جدا يعني اللي جرب يفوز ببطوله كابتن محمد طبعا وانت ادرى بص اهم لقطه واهم احساس هي مجرد ما الحكم بيصفر ايوه والفرقه بتعلن ان هي بطلت هو دي الفرحه بتاعتك أيوة. هي دي اهم من المكافآت اللي هتاخدها اهم معاك هو ده الاحساس اللي بعد العرق الكتير والمجهود الكبير اللي بتعمله خلال البطوله انك بتكسب دي هي دي لان خلاص اتحفرت في تاريخك بقى صحيح. هنسمع كابتن خطيب كده لو نقدر نعلي الصوت او نجيب الصوت يا ريت يعني كنا بنتكلم على لحظه بطوله بيتهيألي كمان انه يعني بيبقى واحد من الدوافع الرئيسيه انا عارف طبعا انه كمان ان المعادله النهارده اختلفت شويه يعني النهارده الرياضه بقى فيها بيزنس كبير جدا طبعًا. وبقى فيها ارقام فلكيه طبعًا. لكن بيتهيألي واحد من الدوافع المهمه جدا فكره انك انت تحقق الانجاز طبعًا. انك انت تعمل تحدي. انك انت يعني البطلات دول خلاص اسمهم اتسجل كده على حائط البطولات في النادي الاهلي الكاس بتاعهم في دولاب البطولات حققوا مجد شخصي وانجاز بعيدا عن فكره الماده وبعيدا عن فكره انك انت تحقق مكاسب شخصيه لكن فكره تحقيق البطوله والانجاز ده في حد ذاته بيتهيألي دفع كبير. الدليل على كده احمد ان احنا بالتحديد بتاعنا الجيل بتاعنا ما كانش فيه فلوس يعني مش عايز اقول لك عشان الناس ما تضحكش احنا خدنا بطوله افريقيا اللي كانت حلم الأهلوية سنة 82 بطولة إفريقيا من كتوكو أيوة. إنما أنا من شوية بقولك إيه أنا خدت خمس بطولات مع النادي الأهلي ثلاثة أبطال كاس واثنين أبطال دوري هم دول اللي عايش عليهم لغاية دلوقتي في السن ده بقى بفتخر إن أنا مع النادي الأهلي جايب كذا محمد أنت كبر نفسك لا لا. بفتخر إن أنا واخد البطولات دي واخد كام بطولة دوري كام بطولة كاس هو ده نتيجة يعني المجهود الكبير والسنين الكبيرة والتعب والإصابات وال نحق الفلوس لا الناس كلها عارفة إن الأجيال بتاعتنا ما كانتش يمكن الأجيال اللي موجودة دلوقتي الدنيا مختلفة بتتعوض كويس يعني
طيب هنروح لصاله الشرقيه للدخان نتابع مع حضراتكم احتفالات النادي الاهلي بالفوز ببطوله الكاس. شريف شعبان زميلنا موجود هناك. شريف اهلا بيك مره ثانيه ونقل لنا الاجواء كده. انا شفت كابتن خطيب بينزل يسلم على بطلات الاهلي، يا ريت لو كنت موجود تقول لنا كان بيتكلم معاهم بيقول لهم ايه، وتنقل لنا الاجواء بشكل عام عندك في الملعب. مليون مبروك يا احمد، مليون مبروك كابتن حشيش، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. الاهلي بيتوج ببطل كاس مصر السادات بفوزه على فريق الصيد 3-0. يمكن مجموع الاشواط، الشوط الاول 25-18 الاهلي، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13. معي نجمه من نجوم النادي الاهلي، يمكن آية الشامي نجمه نجوم النادي الاهلي. بقول لك مليون مبروك النهارده فوزكم بالكاس، الكاس ما شاء الله، ومن كام يوم الدوري بطولات نادي الاهلي نمسك الخشب حدث ولا حرج. الحمد لله احنا دايما بنبقى داخلين كل بطوله مركزين قوي ان احنا ان شاء الله نلعب على المكسب. طبعا انت عارف النادي الاهلي ما يعرفش الهزيمه او مركز تاني، فالحمد لله كل بطوله بنخش نلعب على الكاس ان شاء الله. يعني الماتش كان سهل الى حد ما، يمكن احنا كنا هم كسبوا الزمالك اللي هو عمل معانا ماتش كويس، بس احنا ركزنا فيهم قوي في اللعب ونقط ضعفهم، وقدرنا الحمد لله نخلي الماتش سهل يعني. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. مستمرين معاك زميلي احمد، معي نجم من نجوم التدريب في مصر، كان لعيب كبير قوي ومدرب كبير جدا، انجازات حدث ولا حرج، كابتن حمدي الصافي. مليون مبروك ما شاء الله ما شاء الله، بطولات يمكن 18 بطوله للان ببطوله النهارده، مليون مبروك، بطوله غاليه جدا، بطوله الكاس ومن قبلها الدوري. الحمد لله، طبعا بنقول مبروك لجمهور الاهلي، مجلس اداره الاهلي. الحمد لله السنه دي بعد الكورونا حققنا البطوله الثانيه، انجازات كثيره في النادي الحمد لله، وبطولات دايما في النادي الاهلي. السنه دي طبعا ما كانش حالفنا الحظ في افريقيا، ولكن ان شاء الله باذن الله بنوعد جمهورنا الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى في افريقيا، والحفاظ على اللقب بتاعنا باذن الله. احمد سمير بيبارك لك، وكابتن محمد حشيش بيباركوا لك. شكرا جدا، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ودايما في بطولات يا رب. احساسك بقى لما لقيت الكابتن خطيب موجود النهارده بيتفرج على نهائي الكاس؟ الحقيقه طبعا احنا ما كناش عارفين الحقيقه، واللاعبات فوجئوا بوجود الكابتن خطيب، كانت لفته طيبه جدا، ومن الكابتن خطيب طبعا حضوره كانت لفته جميله جدا. الحقيقه البنات في الاول كانوا مخطوفين شويه، بس بعد كده الحضور ده زادهم ثقه واداهم ثقه، وشفنا خلال الشوط الثاني والثالث الاداء كان عالي جدا الحمد لله. كانت مفاجاه للصيد يفوز على الزمالك ولا كانتش مفاجاه؟ بص، هي مفاجأة على الورق، بس احنا كنا متوقعين ان ممكن حاجة زي كده تحصل يعني. ما كانش في صعوبة النهارده؟ لا الحمد لله، النهارده البنات بتوعنا جاهزين جدا فنيا وبدنيا، وما ادوش فريق الست فرصة خالص انه يدخل المباراة. مليون مبروك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا. زميلي احمد، مستمرين معاك في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الاهلي، يمكن المهندس سامح حمدي رئيس طبعا الاتحاد الكرة لكرة الطائرة. باشمهندس سامح، واحنا على الهوا بنقول لك مليون مبروك، تنظيم ولا اروع ولا اجمل. النهارده نهائي كاس الاهلي والصيد النهارده، حاجه مشرفه للاتحاد المصري لكره الطائره. الحمد لله، احنا يعني عملنا اقصى ما في وسعنا عشان نقدر ننهي الموسم، وانت عارف الموسم كان ظروف استثنائيه والكورونا، وفعلا كان في فرقه عندها كورونا، والحمد لله يعني الامور مشيت كويس، وباذن الله بكره ننهي ان شاء الله باذن الله كاس الرجال كمان، وباذن الله يبقى خلصنا كده الموسم على خير ان شاء الله. والحمد لله يعني انا بعتبر ان يعني ده مجهود كل الناس اللي اتعملت، حكام واداريين ولجنه مؤقته بتاعتنا، يعني الحمد لله ان احنا عملنا كده، والحمد لله على كل شيء. في وقت قصير بس ما شاء الله اندمجت على طول في الشغل ورتبت البيت من الداخل على طول. الحمد لله على قدر استطاعتنا، انت عارف ان فترتنا قليله جدا، احنا استلمنا في مارس والنهارده اغسطس، يعني في 5 اشهر قدرنا نعمل حاجات كتيره الحمد لله للمدربين وللحكام وبصراحه للعبه عموما، وربنا يسهل نقدر يعني نسيب بصمه لان احنا مش هندخل انتخابات. وجود الكابتن خطيب النهارده اضاف من البهجه الكتير لكل الجماهير اللي كانت حاضره النهارده. والله الحقيقه انا لما دعيته لبى على طول، والراجل يعني في منتهى التواضع، و وراجل يعني اكثر من نجم، فبالتالي برضه هو شرفنا النهارده. مليون مبروك يا كابتن، تنظيم رائع. الله يبارك، الله يخليك. مستمرين معاك يا زميلي احمد، نجوم النادي الاهلي شروق، يمكن واحنا على الهوا مع نجمات النادي الاهلي طبعا الفائزين ببطوله كاس مصر ومن قبلها بطوله الدوري، يمكن رقم 8 اللاعبه نهله سامح. نهله بنقول لك مليون مبروك النهارده نهله، النهارده الكاس ما شاء الله، ومن قبلها الدوري. النادي الاهلي غير، بطولات بتعشق النادي الاهلي.
طبعا الحمد لله دايما ماتشات الكاس بتكون اصعب شويه من بقيه الماتشات في الدوري عشان الدوري بيكون نقاط الكاس طبعا اللي خسران بياخد بقى البطوله خالص. فالحمد لله ان احنا قدرنا نستعيد تاني لياقتنا ومستوانا قبل ما بين الدوري وما بين الكاس، والحمد لله قدرنا ان احنا نطلع 3-0 في ماتشات الكاس كلها الحمد لله. مشكله النهارده في الماتش ولا الماتش كان فيه سهوله لحد ما 3-0 نتيجه كويسه؟ الحمد لله كنا داخلين مهيئين نفسيا وبدنيا ان احنا نقدر نفوز باللقاء 3-0، وطبعا دعم كابتن الخطيب لينا النهارده زود من الحافز لينا ان احنا نقدر نفوز. جيتوا لكابتن الخطيب موجود النهارده؟ اه بصراحه، بس كان دافع لينا قوي يعني. اليوم مبروك. الله يبارك في حضرتك. اليوم مبروك. مستمرين معاك يا زميلي احمد طبعا والكابتن حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الفرحه حلوه والانتصارات حلوه، والنادي الاهلي عودنا في الفترات الاخيره وطول عمر الاهلي بيعودنا على الانتصارات وعلى الفوز. مليون مبروك النهارده يا نجمه، ويمكن بطوله كاس مصر، يمكن الدوري، والنهارده الكاس. الاهلي ملك البطولات. الاهلي ملك البطولات. النهارده كان في صعوبه في الماتش ولا الجيم كان سهل؟ لا الجيم كان سهل الحمد لله، واحنا كنا داخلين مركزين جامد فالحمد لله كسبنا. قولي لي بقى، ما اتفاجئتوا اللي كابتن خطيب في الملعب عملتوا ايه؟ لما اتفاجئنا اتبسطنا قوي وتحمسنا اكتر يعني، فدخل كان حافز لينا ان احنا نلعب بقوه اكتر. مليون مبروك. زميلي احمد كابتن حشيش كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مليون مبروك فوز الاهلي السيدات ببطوله كاس مصر ومن قبلها بطوله الدوري، عوده ليك من جديد. اتفضل زميلي العزيز، زميل العزيز شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا. الفرحه حلوه وزي ما قلت لحضرتكم لحظه من اللحظات اللي بتفضل في الذاكره وما بتتنسيش. انا متاكد تماما مشوار بطوله بالتاكيد بيبقى صعب، ولو ان الارقام بتقول ان فرقه النادي الاهلي كانت مكتسحه لغايه اخر لحظه. كل التوفيق طبعا لبطلات النادي الاهلي، والف الف مبروك، فرحنا بيكم وفرحتوا جماهير النادي الاهلي. اخر الموسم فبيبقى زي كده بنقول موسم الحصاد، تلاقي كل الماتشات الفاينلز دوريات وكاس في رياضات مختلفه، والاهلي الحمد لله اللي يدخل نادي الاهلي في الجزيره في مبنى الاجتماعي كده على اليمين يلاقي دولاب بطولات تقف قدامه وتسرح بالذاكره وترجع للتاريخ وتشوف امجاد في كل المجالات في كل الرياضات. عشان كده بنفكر او بيفكر ده بتفكر اداره الاهلي انه يبقى في متحف كبير النهارده من درع الدوري المصري. الموضوع ما شاء الله كتر قوي طبعاً، بقى فلازم طبعاً يتحط بقى متحف في بقى متحف. وبعدين طبعا يعني ببارك طبعا لاسره النادي الاهلي كلها، اسره الطايره الستات ورجاله طبعا، ودي بطوله على الهوا موجوده اهي، والكابتن حمدي الصافي والكابتن حمدي طبعا، وده ما كانش غريب عليه لان هو يعني من هو لعيب حتى صاحب بطولات كتيره. اللي عايز اقول ان دي بطوله وبطوله على الهوا عشان اثبات ان النادي الاهلي حتى في الالعاب الاخرى هو البطل على طول، سواء طايره سواء سله سواء هاندبول، العاب فرديه الاهلي بطل في كل حاجة زي ما بنقول، عشان ما حدش بس يشكك ان بس ايه كرة الصلاة ومش كرة الصلاة والحاجات دي. دي طبعا لحظات التتويج والبنات بيستلموا الميداليات الذهب، وان شاء الله بكره بفكر حضراتكم جمهور نادي الاهلي وخصوصا عشاق كره الطايره بكره ان شاء الله برضو ماتش الفاينل كاس رجال الاهلي والجيش ان شاء الله، وابطالنا يفرحونا ويفرحوا جماهير الاهلي الله ويجمعوا ثنائيه. احنا بنتكلم على 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 سيدات جمعوا بين الثنائيه دوري وكاس، وان شاء الله الرجاله بكره يجمعوا ان شاء الله لو فازوا بالكاس يبقوا جمعوا برضو الثنائيه دوري وكاس ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا بس الجيل اللي ما حضرش كابتن حمدي الصافي وهو لاعب كره الطايره، واحد من ابرز واميز لعيبه كره الطايره اللي جم بتهيألي يعني، ودي وجهه نظر شخصيه، على مر صحيح التاريخ. عدد كبير جدا من البطولات، مستوى فني ولا اروع، مقاييس لاعب فولي بول عالمي، والحقيقه كمان اثبت انه كمدرب لا يقل نجاح ولا يقل نجوميه ولا يقل تميز عن حمدي الصافي لاعب الفولي. حمدي الصافي برضو محقق أرقام كبيرة جدا كمدرب، قدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات مع فرق الطايرة. أنا شايف إن أجيال كتيرة في النادي الأهلي والأجيال اللي قبل كده ونور عطية والأخوان الشموتي طبعاً أسماء كتيرة جدا جدا كنا على طول بيفرحونا الحقيقة في طايرة النادي الأهلي يعني. يلا سمعني الصوت، سمع الصوت. دي اللقطة طبعا، الصورة اللي هتتحط في مكتبة وفي أيوة وعلى حيطة وفي بيت كل نجمة من النجمات بعد ما رفعوا الكاس الذهب. طب نروح لشريف يوصف لنا أكتر ويدينا تفاصيل أكتر عن اللحظة دي. اتفضل يا شريف. مليون مبروك يا زميلي أحمد، طبعا مليون مبروك لكابتن حشيش، مليون مبروك لكل
مشاهدي قناة النادي الأهلي، الفرحة حلوة والنادي الأهلي عودنا على طول في الانتصارات. يمكن الكاس اهو في انتظار طبعا الكابتن سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري بيسلم الكاس لكابتن فريق النادي الأهلي رقم 8 اللاعبة نهلة سامح. بطولة النادي الأهلي عودنا دايما بالبطولات، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هو ده النادي الأهلي. كاس مصر تلاقي النادي الأهلي موجود، دوري تلاقي النادي الأهلي موجود، أي بطولة في العالم النادي الأهلي قادر على جلب البطولة لدولاب بطولات النادي الأهلي. مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مليون مبروك لكل نجمات لاعبي النادي الأهلي، الحصول على بطولة الدوري من يومين والآن بيحصلوا على بطولة جديدة هي بطولة كأس مصر، بطولة بتضاف إلى سجل البطولات الكبير جدا للنادي الأهلي. والكابتن حمدي الصافي المدير الفني الكوف، الكابتن حمدي الصافي اللاعب الكبير جدا المدير الفني بيحقق أرقام وإنجازات يعجز أي حد على تحقيقها في الفترات المقبلة. يمكن أمامي شروق نجمة لاعبة النادي الأهلي شروق فؤاد طبعا رقم 9 محتضن الكاس، مش عاوز تديه لحد طبعا، حققها شروق من نجمة من نجوم النادي الأهلي. تعبوا في بطولة الدوري والنهارده بيتعبوا في بطولة الكاس، كانت مفاجأة طبعا خروج فريق الزمالك من الصيد، ولكن الأهلي قدر يكسب الصيد 3-0. يمكن الشوط الأول 25-18، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13، يمكن في الشوط الثالث وصلنا للنتيجة كان 11-0. النادي الأهلي كان مكتسح في الشوط الثالث عشان يفنش الجيم. أمام الآن وأمامكم كل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في صورة تذكارية مع كأس مصر اللي بيضاف إلى بطولات النادي الأهلي. كان حريص طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب أن يكون موجود في صالة الشرعية للدخان علشان يشاهد أبطاله، يشاهد نجوم النادي الأهلي بالحصول على كأس مصر. الفرحة حلوة والانتصارات حلوة، وهو ده النادي الأهلي اللي معودنا على طول على الانتصارات وعلى الفوز. مستمرين معاك زميلي أحمد في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، زي ما الأهلي معودنا على طول، البطولات ثم البطولات ثم البطولات. هنحاول نجري لقاءات أخرى مع لاعبي النادي الأهلي اللي فرحانين بتتويجهم اليوم بكأس. مبروك يا كابتن أحمد ومبروك يا كابتن حسني. متولي يمكن هبدا بمريم. مريم واحنا مريم مليون مبروك، مليون مبروك. احنا لو نقرب من الكاميرا شويه مريم، مليون مبروك يا مريم، الفوز ببطوله الكاس ومن قبلها الدوري، هو ده النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. طبعا الحمد لله يعني على الثنائيه الموسم ده، وكانت مش سهله يعني، بس الحمد لله قدرنا ناخدهم بطولتين. ماتش كان صعب النهارده ولا كان سهل؟ فأوله كان صعب، وبعد كده الحمد لله لما قدرنا ننفذ كل التعليمات اللي اتقالت لنا في المحاضرة اللي قبل الماتش، الماتش تسهل علينا واحدة واحدة. 3-0 نتيجة تقيلة على فريق لسه مخرج الزمالك. طبعا فريق الصيد فريق محترم، والسنة دي عمل موسم كويس، قدرنا ان احنا نلعب على نقط ضعفه وننفذ كل التعليمات، والحمد لله ربنا وفقنا. اليوم ميرسي ربنا. مستمرين معاك يا زميلي احمد في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي. ندى وليد لعبة النادي الأهلي، ليبرو النادي الأهلي، بفهم في الطائرة شوية. مليون مبروك النهاردة، جيم النهاردة كويس ولا أروع ولا أجمل، والنهاردة أنت عملت جيم على المستوى الشخصي جيم رائع جدا. الحمد لله، والسيزن كله كان صعب قوي، وحتى الماتشات كلها كانت صعبة بعد الكورونا بالذات، والست فرقة محترمة لعبنا معها ماتش قوي الحمد لله، وقدرنا نحسم الكاس الحمد لله. حلوة، وهو ده النادي الأهلي، بطولة الكاس ماشي، بطولة الدوري ماشي، أي بطولة النادي الأهلي بيشارك فيها لازم باذن الله طبعا يجيب البطوله. طبعا احنا النادي الاهلي معروف بالرقم الاول، يعني ما نقدرش ان احنا نخش بقى لا مش هنكسب، فالحمد لله عملنا مستوى يشرف يعني النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نحسم كل بطولات السيزون ده. يوم الله يبارك في حضرتك. معاك يا زميلي احمد يمكن في تغطيه خاصه وحصريه، يا يعني نجم نقرب منك كده ونقرب من الكاميرا. مليون مبروك النهارده فوزكم ببطوله الكاس النهارده، مباراه كانت سهله ولا كانت صعبه النهارده؟
لا المباراه هي كانت الحمد لله يعني زي ما كابتن حمدي خطط بالظبط وزي ما قال لنا في الاجتماع، فالحمد لله ان الماتش مشي زي ما كابتن حمدي كان بيقول. قال لك ايه كابتن حمدي في الاجتماع؟ قال لكم ايه في المحاضره؟ قال لنا ان احنا دي فرقه الحمد لله يعني كلها سن صغير وعندهم حماس، وان عملوا ماتش جامد مع الزمالك فيبقى عندهم حماس جامد ان هم يعملوا معانا ماتش كويس، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نقدر نكنترول الموضوع والحمد لله ان احنا كسبنا النهارده. مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معاكم اللعيبه رقم 11 ساره، مليون مبروك ساره. يمكن الفوز حلو والفرحه حلوه، هو ده النادي الاهلي، البطولات ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي. الحمد لله احنا كانت فتره صعبه ان احنا نوقف الكورونا ونرجع تاني، كانت حاجه كويسه ان احنا ناخد الثنائيه ونتغلب على نادي السيف. كنا متوقعين ان احنا نلعب مع الزمالك في الفاينل، بس الحمد لله قدرنا برضو ان احنا حفظنا نادي السيف كويس قوي وقدرنا نتغلب عليه الحمد لله. وكان الزمالك مفاجاه ليكم النهارده ولا ما كانش مفاجاه؟ كان مفاجاه بصراحه، كنا كلنا متوقعين ان احنا هنلعب الزمالك، بس نادي السيف برضو فريق محترم الحمد لله وقدرنا برضو نقوم. اللعيبه صغيره في السن، الشوط الاولاني بداوا يعني كان ايكوال جيم شويه، بس الثاني والثالث خلصتوه باريحيه بتعليمات طبعا من كابتن حمزي بره، احنا قدرنا ان احنا نلعب ونتغلب عليهم كويس قوي، فالحمد لله يعني الموضوع عدى. اليوم الله يبارك في حضرتك. زميلي احمد، دي كانت لقاءاتنا الخاصه والحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. الفرحه حلوه، البطولات حلوه، اللي عاوز يدور على بطوله لازم على طول يتابع النادي الاهلي في اي مكان، في الطايره بطولات، في الباسكت بطولات، في الهاندبول بطولات، في الكره حدث ولا حرك، بطولات في بطولات في بطولات. مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مليون مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي، مليون مبروك لكل اعضاء النادي الاهلي، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيفك، مليون مبروك لكل قناه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد. الله يبارك فيك. بشكرك زميل عزيز شريف شعبان، ومبروك اولا واخيرا للبطلات اللي حطوا اسمهم في سجل وفي ذاكره البطولات في النادي الاهلي. الحقيقه يمكن سيزن كان واضح فيه التفوق، بنات حاجه تشرف الحقيقه. واللي عجبني اكتر اللقطه اللي عملوها المؤمن زكريا، اللي احب يمكن اقول له يعني رساله، هو يمكن كان تواصل معنا واحنا بنحتفل بالدوري، وما اقدرش اقول لك انه قد ايه على صفحاتنا وعلى المواقع التواصل الاجتماعي الناس بتحبك والناس بتدعي لك. النهارده بطلات الطايره بيدعموا كابتن مؤمن زكريا، يمكن ربنا يكون حطك في الاختبار ده وفي الامتحان ده واداك قدامه وكشف لك قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس بتقدرك وقد ايه الناس كلها في ظهرك عشان ترجع تقف على رجلك وتقوم لنا مره ثانيه بالسلامه. مبروك كابتن محمد. مبروك. الحمد لله وشنا كان حلو على الاهلاوي النهارده. الحمد لله يوم حلو. الحمد لله. حلقه حلوه انتهت طبعا بمكسب للنادي الاهلي. كلمه تقولها في ختام الحلقه لابطال النادي الاهلي، يعني كنا بنتكلم على بطوله افريقيا وحلم البطوله. طبعا. يجي لنا فعل حلو زي ده، تحب تقول ايه للابطال الاهلي؟ بقول الف مبروك طبعا للبطلات الجمال طبعا، يعني دوري وكاس وبطوله في موسم واحد، بطولتين في موسم واحد. طبعا مجهود كبير اكيد منهم ومن الجهاز الفني كابتن حمدي الصافي. ان شاء الله زي ما انت بتقول يبقى فال كويس، ان شاء الله يبقى اخر 2020 تنتهي يعني يا رب ان شاء الله ببطولات كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله، وموسم حلو على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي، يتوج ان شاء الله باذن الله بالبطوله الاهم دوري الابطال. دوري الابطال اللي هو حلمنا اللي جاي ان شاء الله. ده اللي نتمناه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا بحميد. شرفتنا ونورتنا في السادسه مساء كابتن محمد حشيش. شكرا شكرا. بشكر شكرا. حضراتكم على المتابعه. نقابل حضراتكم بقى ان شاء الله بكره، تابعوا ماتش الاهلي واف سي مصر، وان شاء الله ولادنا ورجالتنا يقدموا لنا ماتش يعني يمتعنا بدايه ويطمنا على تقدم مستوى الفرقه، كله في سبيل طبعا وصول للهدف الاهم والاغلى، بطولة دوري الأبطال. بشكر حضراتكم على المتابعة، ونقابل حضراتكم في السادسة مع بداية أسبوع جديد. تحياتي لحضراتكم.